أهلا بك عزيزي طالب الثانوية العامة في منصاتك التعليمية والتربوية. أهلا بك في قناة البش مهندس للفيزياء والرياضيات بمختلف المراحل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناه البشمهندس لشرح الفيزياء لطلاب الثانويه العامه. خلونا النهارده ان شاء الله نبدا مع بعض في شرح الفصل الثاني واللي مقسم لجزئين. الجزء الاول التاثير المغناطيسي للتيار الكهربي، بيتكلم عن ان التيار الكهربي بيكون ليه تاثير مغناطيسي، تمام. والجزء الثاني من الفصل الثاني بيتكلم عن اجهزه القياس، هنعرف الاميتر الفولتميتر الاوميتر الحاجات دي كلها والجلفانومتر ايضا. طيب احنا هنمشي ازاي؟ بص الفيديو ده هيكون طويل لان احنا هنتكلم على كل حاجة خاصة بالنظري وهنفهم الدنيا ماشية ازاي في الفصل الثاني ده بالنسبة للفيديو ده، فبطلب من حضرتك تكون قاعد كده مستمع ما وراكش اي حاجة، كوباية الشاي بتاعك ولا القهوة قدامك، وتبدأ تسمع وتفهم عشان صدقني في هنا معلومات هتوفر عليك حاجات كتيرة جدا طول السنة، فأرجو التركيز في الفيديو ده. ده بالنسبة للفيديو ده. أما بالنسبة للفيديو اللي بعد كده هيكون إزاي تحل المسائل، وبعد كده هيكون حل مسائل هناخدها من الجروب السري، الناس اللي بتحل معانا كتاب الامتحان، بنحل كتاب الامتحان كامل. يبقى أنت تنظم نفسك على ثلاث حاجات. إن النهاردة هنفهم الفصل كامل بيتكلم عن إيه هو النظري، الدنيا ماشية إزاي، بعد كده إزاي تحل المسائل، بعد كده حل كتاب الامتحان. الناس اللي معانا في الجروب هنحله مع بعض، اما الناس اللي مش معانا في الجروب هنزل برضو على اليوتيوب بعض من الحاجات اللي بنحلها في الجروب، وحضرتك تقدر انك تحل مع نفسك. طيب مش عايزين نطول عليكم، تعالوا نبدأ بالكلام. قلنا ان الفصل ده اسمه ايه؟ اسمه التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. طيب اقف عند الاسم ده وافكر، انا ما اخدش اي اسم او اي عنوان كده بدون ما افكر. لا، التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي يعني باختصار شديد جدا ان التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي، وهنعرف دلوقتي الكلام ده من خلال تجربة اسمها تجربة اورستيد. فاول معلومة انا خدتها ان لو عندي تيار كهربي فالتيار الكهربي اقدر ان انا احصل من التيار الكهربي على تأثير مغناطيسي يأثر على الحاجات اللي بتتأثر بيه المغناطيس زي برادة الحديد، وهنشوف كمان شوية، تمام. طيب اسأل نفسك سؤال مهم جدا، احنا هنتكلم عن ايه في الفصل ده؟ بص الفصل ده لازم تكون خارج عارف يعني ايه فيض مغناطيسي، ايه هو الفيض المغناطيسي اللي بيرمز ليه بالرمز فاي ام، تبقى خارج كمان عارف كثافة الفيض المغناطيسي اللي بيرمز ليها بالرمز بي زي ما احنا شايفين. هنتكلم بقى عن المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي. احنا اتفقنا ان لو عندي تيار كهربي فهحصل منه على مجال او تأثير مغناطيسي. هناخد بقى المجال المغناطيسي اللي بينشأ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم، في ملف دائري، في ملف حلزوني. في الثلاث اشكال من اشكال السلك ده، هم سواء سلك مستقيم او ملف دائري او ملف لولبي، حضرتك مطالب انك تعرف شكل المجال، مطالب انك تعرف خواص المجال، مطالب انك تعرف ازاي تحسب كثافه المجال او ايه هو القانون اللي بحسب منه كثافه المجال، مطالب كمان انك تعرف تعين اتجاه المجال ازاي بالقواعد بتاعتنا، وهنعرف الكلام ده مع بعض. يبقى انا يا مستر دلوقتي عرفت ان الفصل ده كله بيتكلم عن ان التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي، هناخد شكله وخواص وكثافة المجال الناشئة عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم، في ملف دائري، في ملف لولبي. كلام جميل جدا. قال لك بقى ان انا لو عندي سلك بيمر في تيار كهربي وحطه في مجال مغناطيسي فهتأثر عليه قوة. احنا هناخد الكلام ده، هناخد القوة التي يؤثر بها المجال المغناطيسي على سلك يمر فيه تيار كهربي، وموضوع في مكان صدقني الفصل ده ان شاء الله هتلاقيه سهل جدا جدا ومضمون. اخيرا هناخد حاجة اسمها القوة والعزمة المؤثران على ملف مستطيل يمر به تيار كهربي وموضوع في مجال. يعني لو عندي ملف مستطيل برضو بيمر فيه تيار كهربي وموضوع في مجال، فالملف ده هيدور دار ازاي؟ يعني عليه عزم ازدواج. طيب ايه هو العزم؟ بتوع رياضة 2 عارفينه كويس، العزم
ان يكون عندي قوتين متساويتين في المقدار متضادين في الاتجاه، مش مشكلة. الكلام ده هتعرفه كله دلوقتي، انا بس بقول لك على الكلام اللي في الجزء الاول من الفصل الثاني. زي ما احنا شايفين احنا هنعرف الحاجات ده. طيب تعالى نتكلم عن اول حاجة وهي تجربة اوريستيد. انا عايز افهم ايه من تجربة اوريستيد. بص، هو انت مش قلت لي ان عنوان الفصل ده اسمه التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي؟ اه، يعني التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي. طيب اديني دلالة على كده، ازاي التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي؟ عايز تفهمني ان انا لو جبت حاجة بتتأثر بالمغناطيس زي البوصلة مثلا، بوصلة مغناطيسية، وحطيتها جنب تيار كهربي، البوصلة دي هتتأثر؟ قلت لك اه هتتأثر. طب اثبت لي الكلام ده. قال لك تجربة اورستد فعلا التجربة دي بتدل او دلالة على ان التيار الكهربي بيكون ليه تأثير مغناطيسي. طيب تعالى ببساطة شديدة جدا نعرف ايه هي تجربة اورستد. بص يا سيدي، ببساطة شديدة جدا تجربة اورستد قال لك ان اورستد ده جاب سلك مستقيم اهو، او سلك او ملف، والسلك ده مرر فيه تيار كهربي، تمام. حط السلك ده بالقرب من بوصلة، لاحظ ان البوصلة ده اهي انحرفت. طيب هو مين اللي حرفها؟ مين اللي اثر عليها؟ هو في حد جه حركها؟ لا، ده قال لك ده هي انحرفت لوحدها. طيب انحرفت لوحدها زي اكيد في قوة اثرت عليها. قال لك اه في قوة مغناطيسية. طب يا عم الحاج جت منين القوة المغناطيسية ده؟ عايز افهم برضو القوة المغناطيسية ده جات من السلك اللي بيمر فيه تيار كهربي، هي هتكون جت منين يعني؟ ما هو جنبها سلك بيمر فيه تيار كهربي. اذا فعلا انا اكتشفت ان لو عندي سلك بيمر فيه تيار كهربي، فمرور مهم جدا يا جماعة، بعدها مرة واثنين وثلاثة وعشرة عشان تثبت في دماغك. لو عندي سلك بيمر فيه تيار كهربي، فمرور التيار الكهربي في السلك ده هو بيطلع لي قوة مغناطيسية او تأثير المغناطيسي. التأثير ده هو اثر لي على البوصلة ده، بحيث ان هو يعني مؤشر البوصلة ده انحرف. ولو بعدت السلك ده خالص او قطعت التيار الكهربي عن السلك ده اهو، هتلاقي ان البوصلة هتستعيد اتجاهها الاصلي. يبقى تجربة اورستد باختصار قالت لي ان التيار الكهربي بيكون ليه تأثير مغناطيسي. قالت لي كده ازاي؟ قال لك ان وضع العالم هانز اورستد بوصلة مغناطيسية اهي بالقرب من سلك يمر به تيار كهربي، لاحظ انحراف ابرة البوصلة. هو مين اللي حركها؟ ده مفيش حد حركها، ده انا يا دوبك حاطط سلك بيمر فيه تيار كهربي موضوع جنب بوصلة والبوصلة اتحركت. طيب ازاي مؤشر البوصلة ده انحرف ازاي؟ قال لك بقى اهو، عند مرور تيار كهربي في السلك يتولد حول السلك مجال مغناطيسي، هذا المجال المغناطيسي هو فعلا اللي اثر على البوصلة وسبب لي انحراف ابرة البوصلة، تمام. بيقول لي بقى ملحوظة مهمة جدا لازم سيادتك تكون عارفها. بيقول لي يختلف شكل أو تختلف شكل وخواص المجال، يعني شكل المجال وخواصه بتختلف باختلاف شكل السلك وليس نوع مادة السلك. بمعنى لو حضرتك رحت جبت سلك مستقيم من النحاس، سلك مستقيم من الألمنيوم، سلك مستقيم من مادة أخرى، فالتلات أسلاك دولت رغم إن هما من مواد مختلفة، واحد من نحاس، واحد من ألمونيوم، واحد من مادة تانية، إلا إنهم هيدوني نفس شكل وخواص المجال. أما تعالى بص بقى كده، لو جبت سلك مستقيم من النحاس وجبت ملف حلزوني وجبت ملف دائري، قال لك لأ ده كل شكل، كل سلك بشكل. عندي سلك مستقيم، عندي سلك ملف دائري، عندي سلك ملف حلزوني، لا كل سلك بشكل، يبقى هتختلف خواص وشكل المجال هيختلفوا. يعني السلك المستقيم بيديني خواص وشكل للمجال بتختلف عن الملف الدائري، بتختلف عن الملف الحلزوني. اذا انا استنبطت اهو ان اهو شكل وخواص المجال تختلف امتى؟ تختلف باختلاف شكل السلك. يعني لو السلك مستقيم، ملف دائري، ملف حلزوني، هيكون فيه شكل وخواص مختلفة عن التانية وليس نوع مادة السلك. يعني حضرتك لو رحت جبت سلك من النحاس، سلك من الألمونيوم، سلك من مادة تانية، التلاتة ليهم نفس خواص وشكل المجال طالما شكل السلك واحد اللي هو سلك مستقيم، تمام. يبقى أنا خلاص فهمت وبدأت أستوعب إن التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي. اتكلمت عن تجربة اورستد ان لما تيار كهربي مر في سلك والسلك ده موضوع جنب بوصلة، فبالتالي البوصلة انحرفت لان التيار الكهربي بيطلع لي قوة او تأثير مغناطيسي اثر لي على البوصلة. اكتشفت بقى ان ملف زائد تيار كهربي او سلك زائد تيار كهربي بيديني مجال او تأثير مغناطيسي. ما انساش ده ابدا، ده اهم نقطة عندنا في الفصل الثاني لانها هتتعكس في الفصل الثالث. يبقى ملف او سلك زائد تيار كهربي بيساوي مجال مغناطيسي. احنا بقى
هندرس ايه؟ هو انت مش انا لسه قايل لك ان شكل وخواص المجال تختلف باختلاف شكل السلك؟ احنا بقى هناخد خواص المجال وشكل المجال بالنسبه لسلك مستقيم، بالنسبه لملف دائري، بالنسبه لملف حلزوني. الموضوع بسيط جدا وسلس جدا. طيب قبل ما نبدا في الكلام ده، زي ما اتفقنا عاوزين نعرف حاجه اسمها الفيض المغناطيسي، عاوزين نعرف ايه هو الفيض المغناطيسي، وعايزين نعرف كمان حاجه اسمها كثافه الفيض المغناطيسي. طيب تعالوا مع بعض كده بالراحه نعرف ايه هو الفيض المغناطيسي. بيقول لي ان الفيض المغناطيسي ده هو بيرمز ليه بالرمز فاي ام، زي ما احنا شايفين كده، شقلب الام بقت دبليو، بقت وحده القياس هي الويبر. شوف اهو الفيض المغناطيسي فاي ام، شقلب الام خليها دبليو، وحده القياس هي ويبر، يبقى وحده القياس بتاعه الفيض المغناطيسي هي الويبر. تمام. طيب يا مستر برضو انا مش قادر افهم هو ايه هو الفيض المغناطيسي. بص يا ببساطه كده، لو انا جبت مغناطيس، المغناطيس ده عباره عن ايه؟ قطبين، قطب شمالي اهو ان، وقطب جنوبي اهو زي ما احنا شايفين اس. فالمغناطيس ده احنا عارفين ان خطوط الفيض اهو تخرج من القطب الشمالي للقطب الجنوبي اهو، دي خطوط فيض اهو، دي خطوط فيض. يبقى بالراحه كده انا لو جبت، انا عايز افهم الفيض وكثافه الفيض، انا لو جبت مغناطيس، مغناطيس اهو بيتكون من قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي زي ما احنا شايفين، بلاقي ان في خطوط فيض من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، دي خطوط الفيض زي ما احنا شايفين، دي كده اسمها ايه؟ خطوط فيض. اما ده هيبقى اسميها منطقة الفيض، دي منطقة فيض. لو حطيت حاجة بتتأثر بالمغناطيس أكيد هتتأثر لأنها تقع في منطقة الفيض زي ما احنا شايفين. طيب برضو أنا مش فاهم إيه هو الفيض المغناطيسي. بص الفيض المغناطيسي ببساطة هو العدد الكلي للخطوط ده، الخطوط ده هي الفيض المغناطيسي. يبقى الفيض المغناطيسي هو العدد الكلي لخطوط الفيض التي تمر عموديا بمساحة ما، يعني لو حاطط مساحة ما هنا مثلا تمر عموديا بها زي ما احنا شايفين. يبقى ببساطة شديدة جدا ايه هو الفيض المغناطيسي؟ بيرمز ليه بالرمز فاي ام. اسألك ايه هي وحدة قياسه؟ تقول لي الام ده هي، يبقى دبليو يبقى ويبر. اسألك يعني ايه فيض مغناطيسي؟ تشرحه لي كده. هتقول لي يا مستر انت قايل لي ان انا عندي المغناطيس العادي بيتكون من قطب شمالي قطب جنوبي، خطوط الفيض تخرج من القطب الشمالي متجهة الى القطب الجنوبي، فخطوط الفيض ده هي بسميها منطقة فيض. هو ده الفيض، الفيض هو العدد الكلي اهو لخطوط الفيض التي تمر عموديا بمساحة ما. طيب هل في قانون للفيض المغناطيسي؟ قلت لك فاي ام بيساوي البي في الاي. ايه يا مستر البي ده؟ هي اول مره اشوفها. ماشي مش مشكله، البي هي كثافه الفيض المغناطيسي وهنتكلم عليها دلوقتي تفصيلا واجمالا. تمام. والاي مساحه، خلاص يبقى البي هي الكثافه والبي ده هي بالتسلا زي ما هنشوف دلوقتي. انا بس بديك معلومات تمهيديه كده عشان الموضوع يثبت في دماغك وبعيد مره واثنين وثلاثه وعشره. يبقى القانون بتاع الفاي ام اللي هو الفيض المغناطيسي بيساوي البي في الاي، البي اللي هي كثافة الفيض والاي هو المساحة. يبقى عرفنا الفيض المغناطيسي هو عدد خطوط فيض بتمر عموديا بوحدة المساحات لو في مساحة هنا زي ما هنشوف في الفصل ده ان شاء الله. ده بالنسبة للفيض المغناطيسي. طيب عايز اتكلم عن كثافة الفيض المغناطيسي. ايه هو كثافة الفيض المغناطيسي؟ زي ما اتكلمنا وقلنا الفيض المغناطيسي بيرمز ليه بالرمز فاي ام، اذا فان كثافه الفيض المغناطيسي بيرمز لها بالرمز بي. تمام. طيب يا مستر اسالك انا بقى السؤال ده، تعرف تجيب قانون للبي؟ ما انا لسه قايل لك الفاي ام بيساوي البي في الاي، دي علاقه ما بين الفيض والكثافه. طيب ما تجيب البي في طرف، جبت البي اهو في طرف يبقى اللي مش معانا على اللي معانا، يبقى البي هيساوي الفاي ام على الاي زي ما احنا شايفين، ولا اسهل ولا اتفه من كده. طيب لو جيت حاطط لك الفاي ام على الصادي والاي على السيني يبقى السلوب صادي على سيني بي بس اهو. طيب من القانون ده اهو تعرف تجيب تعريف للكثافة؟ ما هو الكثافة هو الفيض لوحدة المساحات بس يا سيدي، يبقى هو الفيض المغناطيسي لوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. طب عرف الفيض اهو، هو خطوط، هو عدد خطوط الفيض التي تمر عموديا بوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة اهو. عرف بس الفيض ده اهو،
هو عدد خطوط الفيض المغناطيسي التي تمر عمودين بحث المساحه. طبعا كثافه الفيض المغناطيسي مش ده التعريف اللي انا يهمني قوي، في تعريف مهم جدا هناخده ان شاء الله كمان حبتين كده في نص الفصل. يبقى خلاص عرفت كثافه الفيض المغناطيسي وعرفت ايه هو الفيض المغناطيسي. في ادي منطقه الفيض المغناطيسي، الفيض المغناطيسي عباره عن خطوط، اما كثافه الفيض المغناطيسي عباره عن خطوط بتخترق او بتمر على مساحه او نقطه محدده، نقطه محدده تمام. طيب قال لك وحدة قياس كثافة الفيض المغناطيسي هي التسلا. يبقى انا احفظ كده الفيض المغناطيسي بالوبر، اما كثافة الفيض المغناطيسي بايه؟ بالتسلا. طيب جالك في الامتحان وقال لك التسلا تكافئ ايه؟ طيب افكر كده، هي التسلا دي بتاعت ايه؟ كثافة الفيض. طب ما تكتب القانون، كثافة الفيض البي بي سوف يجمع الايه؟ الفي، اما بالوبر والايه بالمتر، يبقى وبر لكل متر ترفيع. يعني مفيش حاجة، كل ده كلام نظري سهل جدا. ان شاء الله هنلاقي فصل ممتع وبسيط وهنحل مشاكله مع بعض ان شاء الله، بس ارجوك تركز معايا وما تملش تمام. يبقى انا دلوقتي لحد دلوقتي طلعت بايه؟ خلينا كده مع بعض واحدة واحدة عشان ما نتلخبطش. انا اول حاجة سألت نفسي الفصل ده بعنوان ايه؟ بعنوان التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. طيب ما عدهوش كده، لا افهم تأثير مغناطيسي للتيار الكهربي، يعني التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي، يعني التيار الكهربي بيطلع لي قوة مغناطيسية، يعني التيار الكهربي ممكن يأثر على حاجة بتتأثر بالمغناطيس زي مثلا البوصلة المغناطيسية، وفعلا اوريستد عمل كده تمام. فهمت كمان ايه هو الفيض المغناطيسي، فهمت ايه هو كثافة الفيض المغناطيسي، عرفت الفاي ام، عرفت البي، عرفت العلاقة العامة اللي ما بينهم اللي هي فاي ام بيساوي بي في ايه او بي بيساوي فاي ام على ايه، عرفت الويبر، عرفت التسلا، هنشوف تعريفهم دلوقتي مع بعض. عرفت كمان ان لو عندي ملف زائد تيار كهربي هيديني مجال مغناطيسي، بس المجال المغناطيسي ده خواصه وشكله تختلف باختلاف شكل السلك. يعني لو عندي سلك مستقيم بيمر فيه تيار كهربي هيديني شكل وخواص مختلفة عن سلك عن ملف دائري بيمر فيه تيار كهربي، هيديني شكل وخواص مختلفة عن تيار كهربي بيمر في ملف حلزوني. احنا هندرس شكل المجال وخواص المجال وتعيين الكثافة واتجاه المجال بالنسبة لسلك مستقيم وملف دائري وملف حلزوني. ما تستعجلش، واحدة واحدة كده هتلاقي الامور بتربط نفسها ببعضها. طيب تعالى نشوف بعض التعريفات اللي احنا عاوزين نعرفها. قال لك يا مستر انا عاوز اعرف ايه هو الويبر، يعني ايه الويبر. طيب زي ما في الفصل الاول كنا بنعرف وحدات القياس، بحيث ان انا اجي اسال وحده القياس انت بتقيسي ايه واكتب قانونها واوصفه. طيب تعالى نسال الويبر، الويبر ده بيقيس ايه؟ بيقيس الفيض المغناطيسي. يبقى ابدا بالفيض واقول هو الفيض المغناطيسي تمام، واكتب الفاي ام بيساوي بي في الايه، ابدا اوصف البي وابدا اوصف الايه، يبقى فيض مغناطيسي مر عموديا بوحده المساحات وصفت الايه عندما تكون كثافه الفيض 1 تسلا. خلاص وصفت البي، يبقى ده هو الويبر. يبقى الويبر بيقيس ايه؟ بيقيس الفيض المغناطيسي. يبقى تبدا بالفيض المغناطيسي وتكتب فاي ام بيساوي بي في الايه، تدخل بي توصفه والايه الفيض المغناطيسي المار بوحده المساحات، يبقى انا وصفت الايه زي ما احنا شايفين تمام. عندما تكون كثافة الفيض المغناطيسي 1 تسلا، يبقى انا وصفت البي زي ما احنا شايفين، كلام سهل وبسيط جدا. هنا بقى بيقول لي ما معنى ان كثافة الفيض المغناطيسي بيساوي 3 ويبر لكل متر تربيع. انا عرفت ان الكثافة بالتسلا والتسلا يكافئ ويبر لكل متر تربيع من القانون اللي عندي ده. طب اعرف كثافة الفيض، انا قلت لك ان كثافة الفيض عبارة عن فيض مغناطيسي مر لوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. يبقى معنى ذلك ان الفيض المغناطيسي المر لوحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة بيساوي 3 ويبر. ما تقولش 3 ويبر لكل متر تربيع، لأن حضرتك بدأت بالفيض المغناطيسي، يبقى تنهي بوحدة قياس الفيض المغناطيسي اللي هي الويبر زي ما احنا شايفين. طيب هسألك سؤال، هل انت شايف الكلام اللي احنا بنتكلمه ده صعب؟ لا، الموضوع سهل، الموضوع بسيط، الموضوع محتاج مش يعني مش هقول لك محتاج تشغيل مخ، محتاج بس انك تفتح مخك وتحاول تحب الفيزياء، صدقني هتلاقيها سهلة جدا. طيب بعيد مرة واثنين وثلاثة، ما تملش عشان تستوعب. يبقى أنا دلوقتي فهمت إن التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي، يبقى عند مرور تيار كهربي
هحصل على مجال. قال لك شكله وخواص المجال بتختلف باختلاف التيار الكهربي ده، مر في سلك مستقيم، مر في ملف دائري، مر في ملف حلزوني. لذلك انا قلت لك ان احنا هناخد شكل المجال، خواص المجال، تعيين كثافة المجال، تعيين اتجاه المجال، بالنسبة مرة لسلك مستقيم، بالنسبة لملف دائري، بالنسبة لملف حلزوني او لولبي. طبعا حضرتك لسه قد تكون مش مستوعب الكلام ده لو اول مرة تسمعه، بس مش مشكلة، تعالى نشوفه مع بعض، تعالى نستوعبه. العنوان الأول عندنا وهو المجال المغناطيسي لتيار كهربي يمر في سلك مستقيم. احنا خلاص عرفنا لما تيار كهربي هيمر في سلك مستقيم، شوف تيار كهربي بيمر في ملف او تيار كهربي بيمر في سلك مستقيم، هحصل على مجال مغناطيسي. احنا مهمتنا دلوقتي ان احنا نعرف خواص المجال، شكل المجال، تعيين كثافة المجال، تعيين اتجاه المجال بالنسبة للسلك المستقيم لما يمر في تيار كهربي. طيب هسألك سؤال في الأول وأقول لك قل لي تجربة من خلالها تقدر تشوف شكل وخواص المجال. يا سيدي الموضوع سهل جدا، حضرتك عايز تعمل إيه؟ حضرتك عاوز تعرف شكل وخواص المجال بتاعت مين؟ حضرتك عاوز تعرف شكل وخواص المجال بتاعت سلك مستقيم بيمر في تيار كهربي. طيب ما تروح تجيب لي سلك مستقيم بيمر في تيار كهربي، رحت جبت سلك مستقيم. طب هو السلك المستقيم ده بيمر في تيار كهربي؟ لا، كون له دايرة. اكون دايرة ازاي يا سيدي؟ هات بطارية، هات مفتاح، هات ريوستات، حط اميتر، اقفل دايرتك، اصبح السلك ده هو ماله، اصبح السلك ده هو ماله بيمر في تيار كهربي. يبقى انا اول حاجة انا بتكلم عن المجال المغناطيسي بتاع التيار الكهربي اللي بيمر في السلك المستقيم. رحت جبت، انا بقى عايز ادرس المجال، فرحت جبت سلك مستقيم اهو، مررت فيه تيار كهربي عن طريق ان انا كونت دايرة بطارية وريوستات ومفتاح واميتر زي ما احنا شايفين. طيب انا عايز اعرف شكل وخواص المجال. انا دلوقتي ما عنديش حاجة، انا هعرف منين ان ده طلع لي تأثير مغناطيسي ولا لا؟ ما انا عايز اجيب حاجة تتأثر بالمغناطيس. يعني لو جبت حاجة تتأثر بالمغناطيس واتأثرت فعلا، يبقى فعلا هنا في تأثير مغناطيسي. فروحت جبت لوح ورق مقوى نفذ من السلك كده. هو لوح الورق المقوى ده بيتأثر بالمغناطيس؟ لا طبعا، انا جبت لوح الورق المقوى ده عشان احط عليه حاجات معينة. حطيت عليه برادة حديد، نصرت عليه برادة حديد، اعتبر ان في برادة حديد منثورة عليه. قفلت الدايرة، مررت التيار الكهربي، لقيت ان برادة الحديد بدأت تاخد شكل دوائر منتظمة متحدة المركز، مركزها السلك نفسه. اقولها تاني، رحت جبت سلك والسلك عايز امرر فيه تيار كهربي، فرحت يعني عامل دايرة كهربية مكونة من بطارية، مفتاح، ريوستات، أميتر، قفلت دايرتي. طيب السلك ده هو اللي بيمر في تيار كهربي، عاوز أعرف فعلا هل بيطلع لي تأثير مغناطيسي أو قوة مغناطيسية ولا لأ؟ يبقى أروح أجيب حاجة زي فار تجارب كده أقيس عليه. رحت جبت حاجة بتتأثر بالمغناطيس، فعلا الحاجة اللي بتتأثر بالمغناطيس ده لو اتأثرت في وجودها من السلك، يبقى فعلا السلك ده بيطلع لي خواص مغناطيسية أو قوة مغناطيسية أو تأثير مغناطيسي. فرحت جبت لوح ورق مقوى، نثرت عليه قليلا من برادة الحديد. طبعا احنا عارفين ان برادة الحديد بتتأثر بالخواص المغناطيسية. قفلت دايرتي، مر التيار الكهربي، لقيت برادة الحديد دي بدأت تتجمع على شكل دوائر منتظمة متحدة المركز، مركزها سلك نفسه. اذا هو ده شكل المجال. شكل المجال بتاع السلك المستقيم اللي بيمر فيه تيار كهربي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دوائر منتظمة متحدة المركز، مركزها السلك نفسه. تاني شكل المجال دوائر منتظمة اهو بالتجربة وبالعملي وقدامي. شكل المجال عبارة عن ايه؟ عن دوائر منتظمة متحدة المركز، مركزها السلك نفسه. يا سيدي مفيش اي صعوبة. طيب حضرتك قلت لي ان انا مش هعرف بس شكل المجال، هعرف كمان خواص المجال. طيب ايه هي خواص المجال؟ بص يا سيدي، انا في التجربة دي اثناء دراستي لقيت ان ازدحام الدوائر بيزداد بالقرب من السلك، والدوائر بيقل ازدحامها بالابتعاد من السلك. اذا كثافة او شدة المجال المغناطيسي تزداد
كل لما اقرب من السلك اكيد انت بتقرب من مصدر التأثير المغناطيسي، فتأثير المغناطيسي بيكون قوي. كل ما تبعد عن السلك كل ما التأثير المغناطيسي بيقل. يبقى اقدر اقول ان شدة المجال المغناطيسي او كثافة المجال المغناطيسي تزداد بالاقتراب من السلك وتقل بالابتعاد عنه. عرفت ازاي؟ عرفت ان الدوائر دي كانت مكثفة او كثيفة هنا بالاقتراب من السلك، وكانت تبدأ تفقد دائرياتها وما تبقاش متزاحمة بالابتعاد عن السلك. يبقى اول خاصية ان بالاقتراب من السلك تزداد كثافة الفيض او شدة المجال. طيب ايه تاني خاصية؟ قال لك لما زودت، يبقى اول خاصية دي المسافة بتفرق معايا، بتفرق في شدة المجال او الكثافة. تمام. طيب تاني خاصية قال لك ان انا جربت كده ارفع شدة التيار، رفعتها من خلال الريوستات، قللت الريوستات فزودت التيار. قال لك انك لما زودت شدة التيار لقيت ان تزاحم الدوائر زاد. يبقى حضرتك لما زودت شدة التيار معنى ان تزاحم الدوائر زاد، معنى ان شدة المجال او كثافة الفيض زادت. يبقى اهو، يبقى كمان لما زودت الاي شدة المجال او كثافة الفيض زادت. يبقى انا دلوقتي عندي حاجتين بيتوقف عليهم المجال او كثافة المجال الناشئة عن مرور تيار كهربي في سلك، هي المسافة، ان انا كل ما اقرب من السلك المجال بيزداد، كل ما ابعد المجال بيقل. شد التيار كل ما ارفع شد التيار في السلك المجال بيزداد، كل ما اقل شد التيار في السلك المجال بيقل. طيب المعلومات دي عشان تستوعبها اكتر تفهمها اكتر تعال نقراها مع بعض لاخر مرة. بيقول لي اهو ان احنا هنتكلم عن المجال المغناطيسي لتيار كهربي يمر في سلك مستقيم. زي ما اتفقنا عاوز اعرف شكل المجال بتاع السلك المستقيم ده، هو خواص المجال، واعرف القانون المستخدم في تعيين كثافة المجال، واعرف كمان ازاي اعين اتجاه المجال. قال لك انت عشان تعرف خواص وشكل المجال بتاع السلك المستقيم روح يا سيدي هات لي سلك مستقيم. فرحت جبت له سلك مستقيم. طيب السلك المستقيم ده انا عايز امرر فيه تيار كهربي، فكونت دايره من مفتاح، بطاريه، ريوستات، واميتر زي ما احنا شايفين. طيب عايز حاجه اقيس عليها هل فعلا السلك ده بيطلع لي خواص مغناطيسيه. قال لك عايز حاجه تقيس عليها زي فئران تجارب كده، فروح هات له حط عليه برادد الحديد. اول لما مررت تيار كهربي قفلت مفتاحك ده اهو والتيار الكهربي مر، قال لك ان برادة الحديد اللي كانت منفورة عشوائيا ده خدت شكل دوائر منتظمة متحدة المركز، اذا هو ده شكل المجال. طيب قال لك بقى ان انا كمان لاحظت ان تزاحم الدوائر ازدحامها بالاقتراب من السلك وبالابتعاد الازدحام بيقل اهو، تتزاحم هذه الدوائر بالاقتراب من السلك وتتباعد بالابتعاد عنه، مما يدل على ان شدة المجال تزداد بالاقتراب من السلك، ما هو هنا في تزاحم. كمان لما زودت درجة شدة التيار الكهربي، زودت شدة التيار الكهربي عن طريق الريوستات، ان انا قللت الريوستات، ما الريوستات عبارة عن مقاومة متغيرة زي ما خدنا في الفصل الاول، اقدر ان انا اتحكم منها في شدة التيار. قللت الريوستات فزودت التيار، لما زودت التيار لقيت ازدحام الدوائر زاد. يبقى اهو عند زيادة شدة التيار في السلك واعادة الطرد يزداد تزاحم الدوائر حول السلك، مما يدل على ان شدة المجال المغناطيسي تزداد بزيادة شدة التيار. يبقى أنا دلوقتي خلاص من خلال التجربة ده فهمت شكل المجال، خواص المجال. شكل المجال باختصار شديد جدا عبارة عن دوائر منتظمة متحدة المركز، مركزها السلك نفسه، ما عنديش أي مشاكل. خواص المجال قال لك تزداد شدة المجال بالاقتراب من السلك وتقل بالابتعاد عنه، يعني المسافة بتفرق معايا، يعني كل لما أقرب المسافة كل ما شدة المجال تزداد، كل لما ابعد كل تبعد عن ايه؟ تبعد عن السلك، كل ما شدة المجال تقل. يبقى دي هتفرق معايا. وكمان بيقول لي ان تزداد شدة المجال بزيادة شدة التيار وتقل بنقصاده، ده شيء بديهي، يعني كمان الاي بتفرق معايا. يبقى لو سألتك وقلت لك تعرف تجيب لي قانون من خلاله، تقول لي من خلاله يعني العوامل اللي بيعتمد عليها كثافة الفيض بتاعة السلك المستقيم، قال لك اه ده كثافة السلك الفيض بتاعة السلك، كثافة الفيض او كثافة المجال بتاعة السلك المستقيم، تاني كثافة الفيض بتاعة السلك المستقيم بتعتمد على المسافة بتزيد كل لما اقرب، بتعتمد على التيار بتزيد كل لما زود التيار. اذا القانون هيكون عندي اي ودي. يبقى كل لما المسافة تزيد يعني ابعد عن السلك، كل لما البي تقل، كل لما اقرب يعني المسافه تقل، كل لما البي تزداد. طبعا لما بزود الاي شده التيار بتزداد. ايه هي الميو دي؟ هي مصدر الميو دي معامل النفاذيه المغناطيسيه هنفهمها.
دلوقتي، انا بس بقول لك بصفه عامه. تمام، يبقى انا خلاص فهمت شكل المجال، فهمت خواص المجال، فهمت امتى كثافه الفيض المغناطيسي تزداد سواء بالاقتراب من السلك سواء بزياده شيب تيار. تمام، يبقى انا فهمت شكل المجال، خواص المجال. تعالوا بقى مع بعض نفهم ونعرف ايه هو تعيين كثافه المجال المغناطيسي بي. بيقول لي هنا ان انا عشان اعين كثافه المجال المغناطيسي ماله بقى النشأ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم، ما انا عندي هيكون عندي قانون خاص بالملف الدائري والملف الحلزوني والسلك المستقيم، وعندي القانون البي العام ده اللي هو فاي ام على الاي. يبقى تعيين كثافه المجال المغناطيسي بي النشأ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم، قال لك هستخدم قانون مهم جدا اسمه قانون امبير الدائري لماكسويل. طبعا في الامتحان بيجي يقول لك اكتب الصيغه الرياضيه لقانون امبير الدائري لماكسويل. طبعا البي بيساوي ميو اي على 2 باي دي، نكتبه كده البي هيساوي، نفهمه ادي الميو اي على 2 باي دي، ده اسمه قانون امبير الدائري لماكسويل. طيب بيستخدم في ايه؟ بص يا سيدي، الفكره كلها ان انا عندي سلك مستقيم بيمر في تيار كهربي اهو، عايز اعين الكثافه عند النقطه اكس اهو، فالنقطه اكس بتبعد عن السلك مسافه عموديه قدرها دي. اذا لو حبيت اعين الكثافه اللي هي بي عند النقطه ده اهي، هقول البي هيساوي ميو، معامل النفاذيه المغناطيسيه هنفهمه دلوقتي، قيمه ثابته تعطى في المساله، في الاي اللي بيمر في السلك على 2 باي ثابت، دي هي البعد العمودي من النقطه المراد تعيين الكثافه عندها، والسلك ادي الدي زي ما احنا شايفين. ولو السلك عندي كابل بالشكل ده وعايز اعين الكثافه عند النقطه اكس ده اهي، فهي ده اهي الدي من اهو، يعني الار ده اهي معايا، لو قلت من هنا لهنا ده دي، يبقى دي الكليه بيساوي مثلا دي داش زائد الار اهو، هي دي المسافه العموديه بتاعتي. كل ده هنشوفه في المسائل. يبقى انا فهمت ان عشان اعين كثافه الفيض المغناطيسي عند نقطه تبعد عن سلك مسافه عموديه دي، يبقى هستخدم القانون امبير الدائري لماكسويل اللي بيقول لي ان البي بيساوي ميو في الاي على 2 باي دي زي ما احنا شايفين. طب ايه بقى حكايه الميو ده؟ تعالى نفهم حكايه الميو ده يا سيدي. بيقول لي بكل بساطه ان الميو ده بسميها معامل النفاذيه المغناطيسيه. ايه هي معامل النفاذيه المغناطيسيه؟ بيقول لي ان معامل النفاذيه المغناطيسيه هي قدره الوسط لنفاذ خطوط الفيض خلاله. يعني ببساطه لو عندي وسط ماء، وسط هواء، وسط حديد، جايله خطوط فيض، جايله خطوط فيض، جايله خطوط فيض، فاكيد الماء يعني هيعدي شوية، ده هيعدي شوية، ده هيعدي شويتين، يعني ده ده مش هيعدي زي ده، مش هيعدي زي ده، يعني هيعدي قد ايه؟ جاي له خطوط فيض، فده نسبة اللي هيعدي قد ايه؟ وده نسبة اللي هيعدي قد ايه؟ مش هيساووا بعض، الماء هينفذ منه مثلا اقل من الهواء، او الهواء اقل من المية، الحديد مثلا لا، الحديد هينفذ منه كتير، ده ليه خواص مغناطيسية. فهي دي النفاذيه المغناطيسيه اللي بيرمز ليها بالرمز ميو. قال لك ان هي قدره الوسط، الوسط اللي هو ماء هواء حديد ايا كان، قدره الوسط لنفاذ خطوط الفيض خلاله، هيعدي قد ايه من خطوط الفيض؟ قال لك بيكون ثابت ومعطى في المساله، معامل النفاذيه المغناطيسيه للهواء 4 باي في 10 اس 7 ويبر لكل امبير في متر. جت منين ويبر لكل امبير في متر؟ مش انت قلت لي البي بيساوي ميو اي على 2 باي دي؟ تعالى كده اكتب لي الميو بيساوي ايه؟ قانون الميو، الميو هيساوي بي في 2 باي دي على ايه؟ على اي. طلع لي من هنا وحده قياس، هتقول لي البي بي ويبر على متر تربيع، ماشي، في 2 باي دي اللي هي بمتر على الاي بامبير تربيع، يروح مع ده يبقى فوق ويبر لكل امبير في متر، لان المتر تنزل تحت، يبقى معامل النفاذيه المغناطيسيه
بيوبر لكل امبير في متر زي ما احنا شايفين، لعب بالقوانين مش اكتر. الكلام ده متكلمين عنه بالتفصيل، شارحينه بالتفصيل الممل في الفصل الاول. يبقى انا فهمت معامل النفاذية المغناطيسية الوسط، وان كل وسط بيعدي خطوط الفيض بنسبة تختلف عن الوسط الاخر، سواء ماء هواء حديد ايا كان. عرفت ازاي اعين كثافة المجال المغناطيسي. النشأ عمود القرابين في سلك مستقيم، قال لك قانون امبير دائري ماكسويل على طول، بي بيساوي ميو اي على 2 باي دي. ادي لو عندي سلك وعايز اعين الكثافة عند النقطة دي، فادي عند النقطة اكس، فالمسافة العمودية من النقطة المراد عين الكثافة عندها للسلك اللي بيطلع لي تيار كهربي، هي دي الدي وادي الاي، والميو ثابت و2 باي ثابت زي ما احنا شايفين. لو سألتك سؤال مهم جدا وقلت لك اذكر العوامل التي تتوقف عليها كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تبعد عن سلك مستقيم يمر بتيار كهربي، طيب عايز العوامل اللي بيعتمد عليها كثافة الفيض المغناطيسي بالنسبة لسلك مستقيم، طيب العوامل اللي بيعتمد عليها كثافة الفيض المغناطيسي، طب ايه هو قانون كثافة الفيض المغناطيسي بتاعت سلك مستقيم؟ اهو هكتب له شد التيار، البعد العمودي، ميو. هل هكتب له النفاذية المغناطيسية؟ لا، بتقول له نوع الوسط، بتقول له نوع الوسط. ليه؟ لان باختلاف نوع الوسط هتختلف الكثافه. يبقى هي ايه هي العوامل؟ شده التيار، البعد العمودي، ونوع الوسط، حيث ان تختلف كثافه الفيض باختلاف نوع الوسط، حيث باختلاف نوع الوسط تختلف معامل النفاذيه. ما هو كل وسط ليه معامل نفاذيه، الماء وسط ليه معامل نفاذيه تختلف عن الهواء ليه معامل نفاذيه تاني تختلف عن الحديد ليه معامل نفاذيه. يبقى باختلاف نوع الوسط يختلف معامل النفاذيه، ولما معامل النفاذيه ميو ده هو يختلف يبقى البي يختلف. يبقى ممكن يجي ويسالني في سؤال علل تختلف كثافه الفيض باختلاف نوع الوسط، هقول له لان باختلاف نوع الوسط الميو ده هيتغير فالبي ده هو هيتغير بس كده. ايه يا سيدي العوامل اللي بتوقف عليها البي؟ هقول له نوع الوسط والاي والدي بس كده، تمام. عندي بقى هنا سؤال بيقول لي علل ينصح بعدم بناء المساكن بالقرب من أبراج الضغط العالي، لأن أبراج الضغط العالي دي مكونة من سلوك كهرباء، يعني سلك بيمر فيه تيار، ولما سلك بيمر فيه تيار هيطلع لي قوة مغناطيسية، وأكيد القوة المغناطيسية دي هتأثر عليا، هتأثر على الصحة العامة والبيئة بس كده. يبقى لما يجي ويقول لي علل ينصح بعدم بناء المساكن بالقرب من أبراج الضغط العالي، هقول له يرجع ذلك إلى أن أبراج الضغط العالي بيتولد حول أسلاكها فيض، الفيض ده هو أكيد هيأثر على الصحة العامة والبيئة، وكمان أكتب له العلاقة دي بي هيساوي ميو أي على 2 باي دي، كل لما أقرب البي بيزداد أو من العلاقة بأن كثافة الفيض تزداد بنقصان المسافة، يعني أنا مش عايز كثافة الفيض تزداد، ده لو زادت هتأثر عليا أنا، تمام؟ فمن العلاقة دي البي بيتناسب عكسي مع الدي زي ما احنا شايفين، كل لما اقرب البي بتزداد، فبالتالي لا انا ابني ابراج الضغط العالي او المساكن بعيد من عن ابراج الضغط العالي، تمام. طيب عرفنا شكل المجال، عرفنا خواص المجال، عرفنا تعيين كثافة المجال، وفي النص كده عرفنا ايه هو معامل النفاذية المغناطيسية، وعرفنا وحدة قياس ويبر لكل امبير في متر، كلام جميل جدا. عرفنا قانون امبير دائري لماكسويل، كل ده كلام نظري جميل. تعالى بقى نتكلم عن تعيين اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم تاني. تعيين اتجاه المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم، تعيين الاتجاه، عايز اعين الاتجاه. بص يا سيدي، دي هتبقى عقدة عند الطالب في المسائل ولحد آخر السنة، فركز معايا في القواعد ده هي، عشان خلاص انت هتشوفها من المدرس، ناس كتير مش هتفهم حاجة، تعالى بقى فهمها مني واحدة واحدة كده عشان نحل المشكلة بدري بدري. بص يا سيدي، أنا عايز أعين اتجاه المجال الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم تاني، تعيين اتجاه مجال الناشئ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم. قال لك هستخدم لذلك قاعدة اليد اليمنى لأمبير. ازاي قاعدة اليد اليمنى دي؟ تعالى نفهمها. بص، انا هحط لك مرة سلك اتجاه التيار الكهربي كده، ومرة تاني سلك اتجاه التيار الكهربي كده، ومرة هحط لك سلكين اتجاه التيار فيهم كده، ومرة هحط لك
اتجاه كده، سلكين متوازيين واتجاه كده، وهقول لك حدد لي اتجاه المجال. تعالى كده، انت قلت لي يا مستر قاعدة اسمها ايه؟ اسمها قاعدة اليد اليمنى لامبير. طيب يعني هعمل ايه؟ قال لك قاعدة اليد اليمنى بامبير، فين ايدك اليمنى؟ ايدك اليمنى فين؟ اهي ادي ايدك اليمنى زي ما احنا شايفين، هتعملها بالشكل ده. شايف الشكل ده؟ اظن بسيطة اهو. شوف انا فرد ايديا اهو، لا خلي دي كده اهو، فرد ايديا اهو، تعلمها معايا، فرد ايديا اهو، اهو خمسة اهو، عملت ايدي كده وصوابعي كده، حرك ايدك معايا، ما ينفعش تشوف وما تطبقش، مستحيل هتبقى مشكلة. الصبع ده اهو يبقى في اتجاه التيار. طب اتجاه التيار السهم الفوق اهو، يبقى الفوق اهو، اهو رايح مع السهم، مش ده كده المجال داخل كده، يبقى بالنسبة لهنا ايه؟ او طالع، او ده طالع وداخل كده، يبقى هنا اكس. شوف اهو وقفت عند السلك ده اهو، داخل لهنا، يبقى ده هو اكس ده هو. طيب حضرتك ما فهمتش، مش مشكلة، تعالى تاني تالت رابع، هنحل مسائل كتيرة جدا في كتاب الامتحان هنستوعبها. تعالى برضو قاعدة امبير لليد اليمنى، ادي ايد اليمنى اهي، عملت كده، ده هو الاتجاه التيار. طب هنا اتجاه التيار للنازل، لا يبقى تعملها كده اهو. طيب عملتها كده، صوابعي متجهة كده، يبقى ده للداخل وده هو للخارج اهو، طالعة من هنا، طالعة من هنا وداخلة من هنا. طيب عايز تفهمها اكتر، تعال نفهمها اكتر واعيدها كمان مرة، ما تقلقش النقطة دي صدقني مهمة جدا جدا. بص يا سيدي، عايز اجيب اتجاه المجال عند النقطة ده اهي، اتجاه المجال عند النقطة ده اهي، اتجاه المجال عند النقطة ده اهي، تمام. النقطة ده اهي تقع تحت تأثير مجالان، المجال بتاع السلك الاولاني والمجال بتاع السلك الثاني. طيب تعالى نجيب اتجاه المجال بتاع السلك الاولاني بالنسبه للنقطه اهي، واتجاه المجال بتاع السلك الثاني بالنسبه للنقطه. تعالى السلك الاولاني اهو، سهم لفوق، اتجاه التيار لفوق اهو، بالنسبه للنقطه ايه؟ انا رايح للنقطه اهو، شوف صوابعي ده اهي، النقطه فين بس عايزها توضح اهو، ده كده لفوق اهو، هطلع بس كده اهو، داخل النقطه، شايف صوابعي ده مالها؟ داخل النقطه، يبقى احط اكسات. طيب تعالى التاني اهو، السلك اللي هناك خالص ده اهو، اهو السلك التاني، صوابعي بالنسبة للنقطة دي رايحة لها، يبقى اكس. طيب تعالى النقطة اللي بره ده اهي، تقع تحت تأثير مجالان، مجال الناشئ عن مرور تيار كهربي في السلك ده اهو، والمجال الناشئ عن مرور تيار كهربي في السلك ده اهو. طيب تعالى السلك الأولاني، ادي اتجاه التيار لفوق اهو، ايديا كده بالنسبة للنقطة دي، رايح ولا داخل لها؟ لا ده طالع منها اهو، يبقى اهو. طيب السلك التاني اهو، اهو السلك التاني اهو، برضو طالع، يبقى اهو. لازم تجرب بإيديك، لازم تجرب بإيديك. طيب تعالى للنقطة اللي في النص، تقع تحت تأثير مجالان، المجال بتاع السلك الأولاني والمجال بتاع السلك الثاني زي ما احنا شايفين. طب السلك الأولاني أهو طالع ولا داخل؟ طالع أهو، يبقى إكس، يبقى عفوا أو طالع أو. طب تعالى السلك ده أهو بالنسبة للنقطة اللي في النص أهو، داخل، داخل، شوف النقطة اهي، أنا داخل لها أهو، رايح لها أهو، داخل، يبقى إكس. يا مستر أنا برضو مش فاهم، مش مشكلة، تعال تعال، عايز أعين الكثافة عند النقطة ده اهي، وعند النقطة ده اهي، وعند النقطة ده اهي. النقطة دي تقع تحت تأثير السلك الأولاني والسلك الثاني. تعال السلك الأولاني، السلك الأولاني ده بقى لتحت أهو، اتجاه التيار السهم لتحت، يبقى كده. طيب أهو طالع، طالع من النقطة مش داخل لها، يبقى اوهات. السلك الثاني اهو بالنسبة للنقطة اهي، داخل ولا طالع لها؟ قال لك داخل لها، رايح لها، يبقى اكسات. انا كده بعين اتجاه المجال. طب تعالى النقطة اهي، السلك الاولاني اهو برضه رايح لها اهو، اهو اهو رايح ليها، بص امشي معاه، رايح ليها اهو. طب السلك الثاني اهو، السلك الثاني اهو طالع منها، طالع منها، طالع بالنسبة للنقطة دي، يبقى اوهات. النقطة اللي في النص تعالى للسلك الأولاني أهو، داخل ليها أهو، داخل، شوف النقطة اللي في النص أهو، السلك أهو
داخل، شوف ايديا داخله ليه باكس. طب هنا السلك التاني بالنسبه للنقطه اللي في النص، برضو النقطه اللي في النص اهي، برضو شوف ايديا بتتحرك ازاي داخل ليها، داخل ليه تاني تاني. بص لو عندي سلك اهو طياره وعايز اجيب الكثافه في المنطقه الشمال والمنطقه اليمين، اتجاه المجال في المنطقه اليمين والمنطقه الشمال، طيب هتعمل قاعده امبير لليد اليمنى اهي، صوابعك شوف صوابعك ازاي اهي، ده هو كده مع اتجاه التيار، اتجاه التيار لفوق اهو، السهم لفوق، يبقى ده هو كده الحركه كده، يبقى في المنطقه ده اهي داخل اهو، في المنطقه ده اهي داخل اهو اهو داخل، والمنطقه ده اهي طالع اهو، ما هو هات انا طالع، شوف صوابعي، صوابعي داخله كده اهو، جايه كده اهي وطالعه من هنا، يبقى ده او ده اكس. هنشوف الكلام ده تاني وتالت ورابع، حلو معاكم في المثال بتفصيل، بس لازم تعرفوا ده مهم جدا جدا. يبقى يستخدم لذلك قاعدة اليد اليمنى لأمبير، ادي قاعدة اليد اليمنى أمبير، بعمل ايديا كده اهو، ده اهو اتجاه التيار المر في السلك سواء لفوق او سواء لتحت، ودولت يشيروا لاتجاه المجال سواء داخل او خارج. عند القبض اهو باليد اليمنى على السلك، مسكت السلك كده اهو اهو، بحيث يشير الابهام ده اهو الى اتجاه التيار، فان بقية الاصبع اللي بتلف حول السلك تشير الى اتجاه المجال المغناطيسي، شرحنا الكلام ده. لو عملت ايديا كده يبقى ده اكس ده او، جرب مع نفسك هنا اهو، ده هو داخل ناحية الشمال، ده هو داخل، يبقى ده او سلكين، النقطة اهي هشوف عندها مجال بيتأثر تحت مجالين، مجال السلك الأولاني ده أهو ومجال السلك الثاني ده أهو، النقطة ده أهي برضه مجال السلك الأولاني والثاني، النقطة ده أهي مجال السلك الأولاني والثاني، هنعيدها مرة اثنين ثلاثة، ما تقلقش أنت ده تابع معايا وخد فكرة ولازم تطبق بإيديك. ده كان بالنسبة لشكل وخواص المجال وتعيين كثافة المجال وتعيين اتجاه المجال، بالنسبة لكثافة الفيض المغناطيسية ناشئة عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم. طبعا لازم تكون طالع عارف ايه قاعدة اليد اليمنى لأمبير، طبقت عليها وهطبق عليها تاني، ولازم انت تطبق عليها بيدك ببساطة اهو، ماسك اهو يا سيدي، اعتبر ده اهو السلك، مسكت السلك كده واتجاه التيار لفوق اهو، يبقى اتجاه المجال ازاي؟ لو عندي منطقة اهي ومنطقة اهي، اه انا داخل للمنطقه ده اهي، يبقى المنطقه ده اهي اكس، طالع من المنطقه ده اهي، يبقى المنطقه ده اهي او. طب العكس لو عندي اهو، همسك كده لا لتحت عشان اتجاه التيار لتحت، تمام اهو. طيب انا لو مسكت لتحت هبقى داخل منين وطالع منين؟ قال لك اهو شوف اهو، انت ماسك كده يبقى داخل فين اهو، انت طالع اهو، ده ماسك كده اهو، وعندك منطقتين اهم، المنطقة دي هي مالها؟ أنت طالع منها أهو وداخل للتانية، يبقى طالع من دي وداخل من دي، عيد تاني وتالت ورابع وطبق بنفسك أهو، شوف طالع من ده أهي وداخل هنا، امشي معاها هتلاقيه داخل هنا، هنا طالع من أهو وداخل هنا، بس كده الموضوع بسيط جدا. ده بالنسبة لقاعدة أمبير لليد اليمنى وبالنسبة لتعيين كثافة الفيض المغناطيسي أنشأ عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم. نيجي بقى للعنوان اللي بعد كده، وهو المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في ملف دائري، ونعرف كمان المجال المغناطيسي للتيار الكهربي الناشئ عن مرور تيار كهربي في ملف حلزوني. طب بس قبل ما نتكلم حابب اعمل ريفيو سريع عشان بس دماغك وذهنك يكون حاضر بكل المعلومات اللي احنا بنقولها. انا قلت لك ان انا عندي التيار الكهربي اللي بيمر في سلك او بيمر في ملف سواء دائري او حلزوني بيديني تاثير مغناطيسي او مجال مغناطيسي، شكله وخواص المجال وكثافه المجال تختلف باختلاف السلك، يعني لو سلك مستقيم هيديني شكله وخواص مختلف عن الشكل والخواص اللي هيديها لي ملف دائري، مختلف عن شكله والخواص اللي هيديها لي ملف حلزوني، ما اختلفناش على كده. عرفنا تجربه اوروست ان هي فعلا اثبتت لي ان التيار الكهربي اللي بيمر في السلك هيطلع لي تاثير او قوه او مجال مغناطيسي، عرفنا ايه هو الفيض المغناطيسي ووحده قياسه، وعرفنا ايه هي كثافه الفيض المغناطيسي، عرفنا الويبر، عرفنا التسلا، عرفنا بعد كده المجال المغناطيسي لتيار كهربي يمر في سلك من خلال تجربه، عرفنا شكل المجال خواص المجال، عرفنا ازاي اعين كثافه المجال باستخدام قانون امبير الدائري لماكسويل، عرفنا يعني ايه معامل النفاذيه المغناطيسيه وايه هي وحده قياسها، عرفنا كمان ازاي اعين اتجاه المجال بتاع التيار الكهربي يمر في سلك مستقيم، عرفنا ان انا بستخدم في كده قاعده امبير لليد اليمنى، شرحنا امبير لليد اليمنى وهنشرحها تاني كمان ما تقلقش،
نشرحها كتير قوي وهنحل عليها مسائل كثيره ان شاء الله. بعد كده هناخد بقى المجال المغناطيسي التيار الكهربي بيمر في ملف دائري. هو احنا عرفنا ايه في الملف في السلك المستقيم؟ عرفنا شكل المجال، خواص المجال، تعيين كثافه المجال، تعيين اتجاه المجال. بص يا سيدي، كمان في الملف الدائري اللي بيمر فيه تيار كهربي بعرف شكل المجال، خواص المجال، تعيين كثافه المجال، تعيين اتجاه المجال. طيب تعالوا مع بعض كده نستعرض الكلام ده ونفهمه بالراحة. بص، المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري، كلام نظري في البداية، عاوز أعرف شكل المجال، خواص المجال. طيب شكل المجال، قال لك المجال المغناطيسي لتيار في ملف دائري يشبه المجال المغناطيسي لمغناطيس قصير أو قرص مصمت. طيب هو المجال بتاع المغناطيس القصير عبارة عن إيه؟ هو المغناطيس القصير ده اللي هو إيه؟ المغناطيس القصير اللي هو ده بيتكون من قطب شمالي وقطب جنوبي، وخطوط الفيض تخرج من أحد الأوجه واللي بيسمى شمالي وتدخل في الوجه الآخر اللي هو جنوبي. يبقى هو ده ببساطة المغناطيس. يبقى تاني، المغناطيس عبارة عن قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، وخطوط الفيض بتخرج من القطب الشمالي رايحة القطب الجنوبي. طيب لما حضرته يقول لي إن المجال المغناطيسي نشأ عمودها الكهربائي في ملف دائري يشبه المجال بتاع المغناطيس، ده عبارة يعني ده بيقول لك برضو إن المجال بتاع الملف الدائري عبارة عن ان هو بيتكون من قطبين، قطب برضه شمالي وقطب جنوبي، وخطوط الفيض بتخرج من الوجه الشمالي متجهة الى الوجه الجنوبي. تاني عشان انت ممكن تكون اتلخبطت او الموضوع حرم منك. يبقى شكل المجال بيقول لي المجال المغناطيسي لتيار كهربي ناشئ، المجال المغناطيسي ناشئ عن مرور تيار كهربي في ملف دائري يشبه المجال المغناطيسي لمغناطيس قصير او قرص مصمت. ليه؟ لان بيتكون من وجه شمالي برضه ووجه جنوبي، خطوط الفيض بتخرج من احد الاوجه والذي يمثل قطب شمالي وتدخل في الوجه الثاني والذي يمثل وجه جنوبي. يبقى حيث انه يتكون من وجهين زيه زي المغناطيس، ما هو المغناطيس بيتكون من وجهين. يبقى وانت قلت لي ان الملف الدائري بيشبه المغناطيس، يبقى كمان الملف الدائري بيتكون من وجهين، وجه شمالي ووجه جنوبي. يبقى حيث انه يتكون من وجهين، وجه يبدو فيه اتجاه تيار في اتجاه حركه عقارب الساعه اللي هو مثلا ده، هو رسمه اعرف برضو الرسمه دي، ده وجه جنوبي تمام، ووجه يبدو فيه عند النظر اليه وجه بعكس عقارب الساعه، يبقى ده وجه شمالي. يبقى انا بالراحه كده بالراحه، انا عندي وجهين، وجه في اتجاه التيار عند النظر اليه في اتجاه عقارب الساعه ده هو ايه؟ جنوبي، وده هو ايه؟ عكس عقارب الساعه شمالي. تمام، انا كده فهمت. يبقى اول معلومه عرفتها ان شكل المجال بتاع المجال المغناطيسي ناشئ عن مرور كهربي في ملف دائري يشبه المجال المغناطيسي لتيار كهربي، يشبه المجال المغناطيسي لمغناطيس قصير او قرص مصمت، لان المجال المغناطيسي بتاع المغناطيس القصير او القرص مصمت عباره عن وجهين، وجه شمالي ووجه جنوبي، وخطوط الفيض بتخرج من الوجه الشمالي متجهه الى القطب الجنوبي. وكمان لقيت ان المجال المغناطيسي برضو خطوط الفيض بتخرج من وجه وتروح لوجه وتكون من وجهين، اذا الاثنين زي بعض. وكمان شويه هقول لك ليه مغناطيس قصير مش قضيب مثلا مغناطيسي. تمام، ده شكل المجال. طب خواص المجال، قال لك تختلف كثافه الفيض المغناطيسي من نقطه لاخرى، ده شيء بديهي. قال لك كمان ايه؟ قال لك تفقد خطوط الفيض آلياتها حول كل من فرعي الملف. هنا فرعي الملف كل ما ببعد بقى كده خطوط الفيض بتفقد آلياتها، ده شويه كلام نظري تقدر تشوفه على اليوتيوب بشكل اوضح جدا او في الرسمه اللي في كتاب الامتحان واضحه. بيقول لي كمان يكون المجال المغناطيسي عند محور ملف منتظم، عند محور ملف هنا بيكون المجال منتظم. ليه؟ بص يا سيدي، المغناطيس بيديني مجال منتظم، المغناطيس اللي هو الN والS، وعامل كده بيديني مجال منتظم لأن خطوط الفيض عبارة عن خطوط مستقيمة متوازية فيما بينها، بس كده. يبقى اهو يكون المجال المغناطيسي عند محور الملف منتظم، حيث ان خطوط الفيض المغناطيسي عند محور الملف مالها على هيئه خطوط مستقيمه متوازيه متعامده على مستوى الملف. يبقى هي دي خواص المجال، شويه كلام نظري سهل جدا. الكثافه بتختلف من نقطه لنقطه، المجال خطوط الفيض في المحور بتكون مستقيمه متوازيه، عشان كده المجال بقول عليه ان هو ايه؟ منتظم طبعا عند محور ملف. وخطوط الفيض بتفقد آلياتها حول كل من فرعي الملف، وده هتشوفه واضح في كتاب الامتحان. تمام،
يبقى انا عرفت شكل المجال يشبه المجال المغناطيسي لمغناطيس قصير او قرص مصمت. عرفت ليه السبب؟ لانه بيتكون من قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، وخطوط الفضة بتخرج من احد الاوجه والذي يمثل قطب شمالي وتدخل في الوجه الاخر والذي يمثل قطب جنوبي، زي بالظبط زي اللي بيحصل في المغناطيس القصير. ما اختلفناش على كده. خلاص المجال شويه كلام نظري، واحد اتنين تلاته لازم تكون عارفهم، ما عنديش اي مشاكل. بوصف المجال اللي انا شايفه قدامي عامل ازاي، وهتكون اوضح في الرسمه اللي موجوده في الكتاب، او لما تجيب رسمه على اليوتيوب شكل هيشرح لك شكل انيميشن متحرك هيشرح لك الموضوع ده بالتفصيل، او انت هتشوفه بعينك بالتفصيل انت هتفهمه. واحد اتنين تلاته نقط انت هتفهمها اكتر. تمام. ناخد بقى ثالث نقطه عندنا، الا وهي تعيين كثافة الفيض عند مركز الملف الدائري. احنا لما اتكلمنا عن الملف عن السلك المستقيم قلنا ان انا هعين كثافته باستخدام ايه؟ قانون امبير الدائري الماكسويل، اللي هي الصيغة الرياضية بتاعته بتقول ان بي بيساوي ميو اي على 2 باي دي. بص يا سيدي، انا خدت البي بيساوي فاي ام على الايه، ده قانون عام للبي، وخدت البي بيساوي ميو اي على 2 باي دي، ده هو كثافة الفيض الناشئة عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم. دلوقتي هاخد قانون تاني أو تالت، البي بيساوي ميو اي ان على 2 ار، ده هو كثافة الفيض الناشئة عن مرور تيار كهربي في ملف دائري. بعد كده كمان هاخد البي بيساوي ميو اي ان على ال ال، ده هو بتاع كثافة الفيض الناشئة عن مرور تيار كهربي في ملف حلزوني. يبقى ده هو بتاع سلك مستقيم، كثافة الفيض بتاعت سلك مستقيم ده هو ملف دائري، ده هو ملف حلزوني. أظن كلام بسيط، ده هو قانون عام بيجمع بين فاي ام والبي زي ما احنا شايفين هنستخدمه كتير. دي الأربع قوانين اقدر من خلالها ان انا اعين كثافة الفيض المغناطيسي، ولكن كل قانون وليه حالته. تمام. يبقى تعيين كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري، هقول ان البي بيساوي ميو اي ان على 2 ار، ميو معامل نفاذيه، اي شيء التيار اللي بتمر في الملف الدائري، ان عدد لفات الملف الدائري، الار نصف قطر الملف الدائري. ما عنديش اي مشاكل في الحاجات دي. لما يقول لي اذكر العوامل التي تتوقف عليها كثافه الفيض المغناطيسي عند المركز الدائري، لازم اكتب له القانون ده، او له نوع الوسط، شيء التيار، عدد لفات الملف، نصف قطر الملف الدائري. تمام. طيب عرفت شكل المجال، عرفت شكل المجال يشبه المجال المغناطيسي لمغناطيس قصير، عرفت خواص المجال اهي، عرفت القانون بتاع كثافة الملف الدائري، تعيين الكثافة عند مركز ملف دائري اهو بي بيساوي ميو اي ان على 2 ار. طيب فاضل لي اعرف ايه؟ قال لك فاضل لك انك تعرف ازاي تعين اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري يمر به تيار. قال لك ان انا عندي قاعدتين. لو تفتكر انا كان عندي اتجاه المجال بتاع سلك مستقيم قاعده اليد اليمنى الامبير، تاني اتجاه المجال المغناطيسي لسلك مستقيم قاعده اليد اليمنى الامبير. لازم اربط كل حاجه ببعضها، علاقات، قوانين، قواعد. الفصل ده مهم جدا وبيجي منه كتير في الامتحان. هنتعرف دلوقتي عن تعيين اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري يمر به تيار. تاني تعيين اتجاه المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري يمر به تيار. تالت عشان تستوعب فوق كده، تعيين اتجاه مجال مغناطيسي عند مركز ملف دائري. ازاي اعين اتجاه المجال بتاع الملف الدائري؟ قال لك عندي قاعدتين، القاعده الاولى هي قاعده البريمه اليمنى، القاعده الثانيه هي قاعده عقارب الساعه، واحنا قلناها من شويه من غير ما حضرتك تعيس. بص يا سيدي، القاعده رقم واحد، خلينا في القاعده، يعني قاعده عقارب الساعه. بص ببساطه كده، انت عندك الملف الدائري ليه وجهين، وجه شمالي ووجه جنوبي. الوجه اللي فيه التيار في اتجاه عقارب الساعه ده بيكون ايه؟ جنوبي. والوجه اللي بيكون فيه اتجاه التيار عكس عقارب الساعه بيكون ايه؟ شمالي. زي ما احنا شايفين الجنوبي اللي هو الاس، والشمالي اللي هو لان زي ما احنا شايفين ادي قاعده عقارب الساعه. يبقى الملف الدائري بيتكون من وجهين، هلاقي وجه فيه اتجاه التيار في اتجاه عقارب الساعه ده وجه جنوبي، اتجاه التيار عكس عقارب الساعه ده وجه شمالي. يبقى فعلا حددت الوجه الجنوبي ووجه الشمالي. كمان عندي قاعده ثانيه اسمها قاعده البريمه اليمنى. قاعده البريمه اليمنى ده هي اللي هي مسمار الوز. مش انا عندي كده، ده الملف هيكون عندي الملف ليه وجهين،
وجه كده وجه كده، وعندي وجه في اتجاه التيار كده وجه في اتجاه التيار كده، مش عايز استخدم قطع عقارب الساعه. قال لك مش ده مركز الملف، ده مركز الملف. قلت له ما. قال لك بتجيب مسمار الوز، دي اللي هي قاعده البريمه اليمنى، بتجيب مسمار الوز وتحطه في المنتصف كده، وبايديك اليمنى بتلف بحيث يشير اتجاه الربط الى اتجاه التيار، فان اتجاه الاندفاع يشير الى اتجاه المجال، اتجاه بقى الاندفاع للداخل كده او لطالع كده يشير لاتجاه المجال. هاجي برضو هنا اهو واربط في اتجاه التيار اللي فوق اهو عكس عقارب الساعة، واشوف اتجاه الاندفاع هيكون، طبعا اربط بدايه اليمين، اتجاه الاندفاع هيكون للداخل لجوه ولا بره، مسمار وبتربطه بيطلع ولا بيدخل، بس كده. وقاعدة عقارب الساعة يبقى انا كده عرفت ازاي اعين اتجاه المجال المغناطيسي بتاع ملف دائري، سواء قاعدة البريمة اليمنى سواء قاعدة عقارب الساعة. فهمنا شرحهم، بريمة اليمنى مسمار بتربطه يا يمين يا شمال، يا بيدخل يا جوه يا بيطلع لبره، اظن ما بقاش حاجة. قاعدة عقارب الساعة، التيار في اتجاه عقارب الساعة جنوبي، التيار في اتجاه عكس عقارب الساعة شمالي، اظن برضه ما فيهاش حاجة. تمام، يبقى فهمت شكل المجال، خواص المجال، القانون بتاع تعيين كتابة المجال، تعيين اتجاه المجال. تعالى مع بعض كده، او تعالوا مع بعض نشوف بعض النظري المهم جدا اللي عندنا. بيقول لي علل اذا زاد طول محيط الملف الدائري الى الضعف تقل كثافة القيد المغناطيسي عند المركز الى النصف. طيب انا بتكلم عن ملف دائري، هي كثافة الملف الدائري بيساوي ايه؟ بي بيساوي ميو اي ان على 2 ار. بيقول لي انك لو زودت طول محيط الملف الدائري للضعف، طب ما انا لما ازود طول محيط الملف الدائري للضعف نصف قطر ده اهو زاد للضعف، يبقى ده هو ايه؟ ال الى النصف، ده الف ب ما فيهاش اي حاجه. يبقى اهو اذا زاد طول محيط الملف الدائري الى الضعف تقل كثافه الفيض المغناطيسي عند مركز الى النصف. طبعا اكتب العلاقه دي واقول له طبعا العلاقه، لان بزياده طول محيط الملف الدائري هيزداد نصف القطر زي ما احنا شايفين، ومن العلاقه ده هي لما نصف القطر يزداد البي قل للنصف زي ما احنا شايفين، ما عنديش ادنى مشاكل. يبقى لو هعمل ريفيو على السريع كده بالنسبه للمجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف دائري، اتفقنا ان لو عندي تيار بيمر في سلك مستقيم هحصل على مجال لشكل وخواص وكثافه واتجاه، ولو عندي تيار بيمر في ملف دائري هحصل على مجال مغناطيسي لشكل وخواص وكثافه واتجاه. طب ايه هو شكل المجال؟ يشبه المجال المغناطيسي لمغناطيس قصير. اشمعنى مغناطيس قصير؟ مغناطيس قصير بيتكون من وجه شمالي ووجه جنوبي، وخطوط الفيض بتروح من الوجه الشمالي متجه للوجه الجنوبي. لقيت برضو ان الملف الدائري زيه بيتكون من وجهين، وجه شمالي ووجه جنوبي، وخطوط الفيض بتروح من الوجه الشمالي للوجه الجنوبي، اذا يشبه المجال المغناطيسي مغناطيس قصير. وهنعرف قصير ليه؟ خواص المجال، تختلف الكثافه من نقطة لنقطة، خطوط الفيض عند محور الملف على خطوط مستقيمة متوازية، تفقد خطوط الفيض آلياتها حول كل من فرعي ملف. بعد كده عرفت القانون اللي هعين بيه كثافة الفيض المغناطيسية عند مركز الملف الدائري اللي هو البي بيساوي ميو اي ان على 2 ار، ما فيش أي مشاكل. عرفت القوانين اللي هعين بيها الاتجاه بتاع المجال المغناطيسي لملف دائري، قاعدة البريمة اليمنى اللي هي المسمار ألوز، وقاعدة عقارب الساعة زي ما احنا شايفين. يبقى ده كان بالنسبة للمجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في ملف دائري. طيب تعالى نتكلم عن حاجة شبيهة بالظبط، حاجة رقم 3 أو الشكل رقم 3، عايزين نفهمه أو نفهمه كويس جدا ونستوعبه كويس جدا لأنه مهم. أنا دلوقتي هكلمك عن إيه بالراحة واحدة واحدة كده عشان انا مش عايزك تتوه مني ابدا، وكل شويه هعمل ريفيو على اللي احنا بناخده ورا. انا دلوقتي هتكلم عن المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف حلزوني او لولبي. حضرتك عاوز تعرف ايه؟ عاوز تعرف شكل المجال، خواص المجال، القانون اللي بعين بيه كثافه المجال، وعايز تعرف كمان اتجاه المجال. طيب ما تيجي كده نرسم الملف الحلزوني. تعالى يا سيدي ارسم ملف حلزون اهو، هرسمه ونعرف شكل المجال عامل ازاي. ارسم لي ملف حلزوني اهو، كلام جميل جدا اهو، سلك جاي من ورا
وادي كده وادي كده على سبيل المثال، وادي اتجاه، بص ده هو كده كأنه نقط اللي هو ملفوف من ورا اتجاه التيار كده طالع اهو، ده نازل يبقى ده طالع، اللي هو الأسمر يبقى طالع، اللي ورا اللي هو المنقط. لقيت عندي مسارات متصلة كده، شوفوا برضو أوضح على اليوتيوب، وادي الأسهم بتاعتي زي ما احنا شايفين، ده شكل المجال. قال لك إن أنا ملاحظ برضو إن أنا عندي وجهين، إذا يشبه المجال المغناطيسي لمغناطيسي قصير، لا لقضيب مغناطيسي. طيب ليه في الدائري قصير وليه في الحلزوني قضيب؟ قال لك هو الملف الدائري ايه والملف الحلزوني ايه؟ قال لك ان الملف الدائري، الملف الحلزوني عفوا، عباره عن ملف دائري ولكن ابعدت لفاته عن بعض. يعني الملف الدائري لما ابعدت لفاته عن بعض يبقى ملف حلزوني، الملف الدائري الصغير اهو لما ابعدت لفاته عن بعض اصبح ملف حلزوني. اذا الملف الحلزوني اطول مقارنة بالملف الدائري، إذا بقول على الملف الحلزوني يشبه المجال المغناطيسي لقضيب عشان طويل، والدائري قصير عشان قصير. يبقى برضو اكتشفت إن الملف الحلزوني تكون من قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، واحد بيخرج منه خطوط رفض وواحد بيدخل منه خطوط رفض، يبقى زيه زي القضيب المغناطيسي. يبقى اهو شكل المجال، انا الرسمه دي هفهمها اكتر وهتعامل معاها اكتر دلوقتي وفي المسائل، ما تقلقش. يعني شكل المجال، قال لك المجال المغناطيسي لتيار يمر في ملف لولبي او ملف حلزوني يشبه المجال المغناطيسي لقضيب مغناطيسي قاصر. لقضيب مغناطيسي ده دلاله على الطول، لان الملف الحلزوني عباره عن ملف دائري ابعدت لفته عن بعض، يعني زودت كده طول الملف، حيث ان خطوط الفيض برضه تخرج من احد الاوجه والذي يمثل القطب الشمالي وتدخل في الوجه الثاني والذي يمثل القطب الجنوبي. بس كده يعني ببساطه، هو ليه بيشبه القضيب المغناطيسي او ليه بيشبه المغناطيسي؟ المغناطيسي بيتكون من وجهين، يبقى ده كمان بيتكون من وجهين، وجه شمالي ووجه جنوبي، وجه بتخرج من خطوط الفيض وجه بتخرج بتدخل في خطوط الفيض. طيب خلاص المجال برضه شويه نظري، خطوط الفيض تمثل مسارات متصله داخل وخارج الملف، اي ان كل خطوه بثبت مسار مغلق زي ما احنا شايفين كده، تمام. عند محور ملف هلاقي خطوط الفيض على هيئة خطوط برضه مستقيمة متوازية، مجال منتظم قلناها في الملف الدائري زيه زيها. طرف الملف اللي بتخرج منه خطوط الفيض هو القطب الشمالي، والطرف اللي بتدخل فيه هو القطب الجنوبي، مفيش أي مشاكل لحد الآن. يبقى شكل المجال، خواص المجال، أنا شوية كلام نظري أنا بتكلم فيه، ما عنديش أي مشاكل. أفتكر القوانين اللي أنا قلتها، قلت لك البي بيساوي فاي إم على الإيه، أول قانون، القانون العام، البي بيساوي ميو أي على 2 باي دي بتاع السلك، البي بيساوي ميو اي ان على 2 ار بتاع الملف الدائري. طيب عاوز اعرف بقى بتاع الملف اللولبي او الملف الحلزوني، قال لك البي بيساوي ميو اي ان على ال، اقدر اشيل الان كابيتال على ال واحط ميو اي ان. ركز معايا، الان ده اهي بسميها عدد اللفات لوحده الاطوال، وبتساوي الان كابيتال على ال اللي انت شلته من ال، ده هو طول الملف وليس طول السلك. يا مستر هو ايه الفرق بين طول الملف وطول السلك؟ لو انت عندك سلك كده وانت لافف عليه لفات كده، فده كله طول السلك، ده طول الملف اهو، طول الملف ده طول الملف، اما ده كله طول السلك. طب هل في قانون في طول السلك؟ اه، الار بيساوي رو اي في ال ال على الايه، ال ال ده هي طول السلك. اه يبقى خلي بالي ان ده هي طول الملف، اما في القانون بتاع الار بيساوي رو اي في ال ال على الايه ده طول السلك. خلي بالي، خلي بالي بين ان كابيتال وال ان سمول، ان كابيتال هي عدد اللفات بس، اما ال ان سمول عدد اللفات لوحده الاطوال، يعني ان سمول بيساوي ان على ال، اهو انا شلت الان على ال وحطيت ان سمول، يبقى الموضوع بسيط جدا. يبقى دلوقتي انا لما هتكلم عن تعيين كثافه الفيض المغناطيسي للملف اللولبي، هقول ان البي بيساوي ميو اي ان على ال، اللي ده اللي طول الملف، يعني برضه بيساوي ميو اي ان سمول، ان سمول ده عدد لفات لوحده الاطوال، وبتساوي ان كابيتال على ال اللي انت شلتهم، تمام. طيب يبقى حضرتك عرفت شكل المجال، حضرتك عرفت خواص المجال، حضرتك عرفت القانون المستخدم في تعيين كثافة المجال للملف اللولبي، تمام.
حضرتك دلوقتي كالمعتاد عاوز تعرف ازاي تعين قطبية الملف اللولبي. الملف اللولبي بيتكون من قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. تعرف منين ان ده الشمالي وتعرف منين ان ده الجنوبي؟ هتقول لي قاعدة عقارب الساعة اللي انت لسه قايل عليها يا مستر. لو التيار في اتجاه عقارب الساعة يبقى قطب جنوبي عكس عقارب الساعة شمالي، اقول لك جميل. هتقول لي برضو قاعدة البريمة اليمنى، هقول لك جميل جدا. قاعدة البريمة اليمنى هتربط المسمار، المسمار ده هو لو داخل يبقى ده قطب شمالي، المسمار ده هو لو خارج، لو اندفع المسمار يعني للداخل يبقى قطب شمالي، يبقى قطب شمالي هو اللي جوه، ولو خارج يبقى قطب جنوبي. ما فيهاش اي حاجه يعني اتجاه المجال يعني اهو اهو اهو، وانت بتربط المسمار وبتلف مع اتجاه السهم بتاع التيار، لو داخل يبقى اللي داخل ده هو القطب الشمالي. انا ده كله مش مهم عندي، بس لازم تعرفه، لازم تفهمه. بس المهم عندي بقى القاعده الايه، قاعدة اليد اليمنى لأمبير. يا مستر ده أنا عارفها، ده أنت لسه قايل لي عليها. قلت لك عليها إزاي؟ قلت لي لما يبقى عندي سلك كده ويبقى عندي اتجاه التيار كده، أعمل القاعدة كده ويبقى كده للداخل أهو. شوف إيدي رايحة فين كده، إكسات وده طالع يبقى ده أوهات. قلت لك ماشي، بس ده بالنسبة لإيه؟ لسلك مستقيم. أنا بقى عاوز أستخدم قاعدة اليد اليمنى، اليد اليمنى لأمبير ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لملف لولبي. طيب ازاي يا سيدي؟ الموضوع بسيط جدا، تعالى نفهمه مع بعض. لازم تكون عارف ان ده اهي، واللي انا هرسمها دلوقتي اهم اتنين في الفصل الثاني والفصل الثالث، وحضرتك هتفضل طول، ناس كتير هتفضل طول السنه تعاني منهم، فارجوك ركز وهنشوفها كتير في المسائل. انا دلوقتي هرسم ملفين وعايزين نحدد اتجاههم. بص، عايزين نحدد مين القطب الشمالي ومين القطب الجنوبي باستخدام قاعدة اليد اليمنى لأمبير. عايزين نعمل اللفات بتاعتنا، ادي اللفات بتاعتنا. تمام، ده طالع كده يبقى كأن ده منقط كده، ده الأسهم. تمام، اصل ده منقط، ده ملفوف لورا، فاللي طالع ده اللي هو اللي ورا، فاللي قدام يبقى نازل كده. تمام، تعالى هعملها لك هنا اوضح كمان بس بالعكس برضو، هعملها تاني. شوف انا بعمل ايه عشان تتعلم مني. بدل ما اعمل نقط، لا انا بدل ما اكمل ده بالنقط كده، لا ده اخده كده، ده اللي ورا وده اللي قدام اهو. طيب اللي قدام اهو 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 يا سيدي، ده نازل لورا بس بيبقى التيار عكسي، ده هو طالع اهو اهو. يعني ممكن زي ما وصلت في الاول انك تعملها ازاي، اوسطها لك. بس اللي بنقط ده اللي هو ورا، اشوف التيار طالع بعد كده طالع تاني، نازل طالع نازل طالع نازل طالع اهو نازل اهو. تمام، بص هستخدم قاعدة اليد اليمنى لأمبير. كل اللي حضرتك تعمله، ادي ايديك اليمنى عاملها كده، تعمل كده، مش دي اليمنى؟ اه، ده همت المرة دي هيشيروا لاتجاه التيار، فده هيشير للقطب الشمالي. تاني تاني، ده همت هيشيروا لاتجاه التيار في السلك اللي قدامي اهو، اتجاه التيار لاسفل، فده للقطب الشمالي، الشمالي اللي هو الان. يبقى ده اهو ان وده اهو اس. مش فاهم، تعالى في الثانيه، ده همت هيشيروا لاتجاه التيار، فده هو يشير الى القطب الشمالي. اتجاه التيار هنا طالع اهو، السهم لفوق يبقى اهو لفوق، يبقى ده اهو للقطب ان وده اهو يبقى عكسه اس زي ما احنا شايفين. هل فيها صعوبة؟ عيدها تاني افهمها. ادي قاعدة اليد اليمنى الامبير، لا مش همسك سلك، كنت بمسك السلك كده بقول ده هو اتجاه التيار وده هو اتجاه المجال، لا هنا الوضع يختلف شوية. ده هو يشير اتجاه التيار، هنا السهم النازل يبقى التيار اللي نازل، يبقى ده هو في الملف يشير اتجاه قطب شمالي اللي هو ان. هنا الاسهم اللي طالعة يبقى اهو
ده هو الاسهم طالعه، يبقى ده هو قطب شمالي ان، يبقى الثاني هيبقى اس. اظن الموضوع سهل بسيط جدا، هنستخدمه في مسائل جديده. يبقى انا دلوقتي كل اللي حضرتك عايز تفهمه النقطه ده اهي، وكمان لو عندي ده هو كده اهو، وده هو كده زي ما احنا شايفين. قلت لك قاعده امبير اليد اليمنى بالنسبه لسلك، همسك اهو ماسك السلك كده، ده هو يشير لاتجاه التيار اهو، اتجاه التيار طالع، يبقى المجال بالنسبة للمنطقة ده اهي اهو طالع، يبقى او. بالنسبة للمنطقة ده اهي اهو داخل لها، يبقى اكس. هنا اهو بالنسبة للمنطقة ده اهي مالها طالع، اهو طالع، يبقى او. بالنسبة طالع من المنطقة ده داخل اهو داخل المنطقة ده، يبقى اكس. زي ما احنا شايفين النقطتين دولت مهمين جدا جدا، لازم حضرتك تكون عارفهم كويس قوي. يبقى انا هنا قاعدة اليد اليمنى لأمبير استخدمتها لتعيين قطبية الملف اللولبي، استخدمتها لتعيين اتجاه المجال في سلك مستقيم زي ما احنا شايفين. النقطتين دولت هنتعرض لهم كتير جدا في المسائل. تعالى هنا نشوف سؤالين من أسئلة العلل كده على السريع، هنلاقيهم سهلين جدا إن شاء الله، بس على السريع كده. يلا، بيقول لي عند وضع ساق معدنية من الحديد داخل الملف اللولبي تزداد كثافة الفيض. طيب هي كثافة الفيض بتاعة الملف اللولبي بتساوي ايه؟ قال لك كثافة الفيض بتاعة الملف اللولبي بي بيساوي ميو اي ان على ال. انت لما بيقول لك بقى عند وضع ساق معدنية من الحديد داخل الملف اللولبي زاد كثافة ده، هي بتزداد امتى؟ لما زود ال ان. طب انت لما حطيت ساق من الحديد جيت يم ال ان؟ لا، ما جيتش يم ال ان. طب جيت يم الاي؟ لا، جنب ال. لا، جنب الميو. ما هو انت لما حطيت اهو ساق من الحديد زودت معامل النفاذيه، ولما معامل النفاذيه زاد البي زادت. يبقى لما يقول لي علل عند وضع ساق معدنيه من الحديد داخل الملف اللولبي تزداد كثافه الفيض، لانك لما حطيت ساق معدنيه من الحديد فانت غيرت نوع الوسط، غيرت معامل النفاذيه، معامل النفاذيه زاد، فبالتالي البي زادت. كلام قلنا. نيجي مع بعض كده لتاني سؤال عندنا من اسئله العلل، بيقول لي قد لا يتمغنط ساق من الحديد ملفوف حولها ملف حلزوني يمر به تيار كهربي. هو العادي والطبيعي انك لو عندك ملف حلزوني بيمر فيه تيار كهربي فهيطلع لي مجال مغناطيسي او تأثير المغناطيسي. التأثير المغناطيسي ده هيأثر على ساق من الحديد. طيب ليه هو ما أثرش على الساق من الحديد؟ يعني باختصار، ليه مفيش مجال او تأثير طلع من الملف الحلزوني اللي مر فيه تيار كهربي ده هو؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك ان الملف الحلزوني ده جايز وارد قد يكون ملفوف لفا مزدوجا، وبالتالي يصبح التيار لف مزدوجا، يعني في لفة هيكون في اتجاه للتيار وفي لفة تانية هيكون في اتجاه تاني للتيار، فكل اتجاه للتيار هينشأ مجال، فبقى أصبح عندي مجالين متعاكسين، فالاتنين عكس بعض، مبقاش عندي أي مجال أهو. لا يتمغنط ساق من الحديد ملفوف حولها ملف حلزوني يمر به تيار كهربي مستمر. يعني الملف الحلزوني اللي بيمر فيه تيار كهربي مستمر يا مستر، انت لسه قايل لنا ان هو بيطلع لي تأثير مغناطيسي، فانا حاطط حديد جنبه، فالمفروض الحديد يتأثر. ليه ما تأثرش؟ عشان ما طلعش مجال. طب ليه ما طلعش مجال؟ قال لك لان الملف ممكن يكون ملفوف لفه مزدوجا، وبالتالي يصبح التيار في احد الطرفين معاكس في الطرف الاخر، فيتولد مجالين متعاكسين كل منهما هيلاش الاخر، وبالتالي ما بقاش عندي مجال. يعني باختصار ان ممكن يكون عندك ملف حلزوني وبيمر فيه تيار وما يطلعليش مجال. ليه؟ عشان الملف ده ملفوف لفه مزدوجا، في تيارين متعاكسين، فبالتالي في مجالين متعاكسين اللي ناشوا الاثنين بيلاشوا بعض، فبالتالي محصله المجال صفر. تمام. طيب تعرف معايا احنا خدنا ايه من الاول كده عشان نكون على حصر دائم بجميع المواضيع اللي عندنا في الفصل ده؟ بص يا سيدي، هو احنا اول ما بدأنا نتكلم في الفصل ده قلنا ان احنا هنبدأ نتكلم عن التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، شرحت لك واحدة واحدة كده وبكل بساطة وكأنك طالب يعني اقل من المتوسط، بلاش اقل من المتوسط، اول مرة تسمع الكلام ده وبتحب تسمع الحاجة بهدوء. قلت لك ان التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي من عنوان الدرس اهو، تأثير مغناطيسي لتيار كهربي يعني تيار كهربي ليه تأثير مغناطيسي، ولا اسهل ولا ادفع. قلت لي يا مستر ما تقول لي كده احنا هناخد ايه في الفصل ده؟ قلت لك
احنا هناخد ان في حاجه اسمها الفيض المغناطيسي بيرمز ليه بالرمز فاي ام واحد القياس، وهي الويبر اللي لازم تكون عارفه. قلت لك كمان هناخد حاجه اسمها كثافه الفيض المغناطيسي بيرمز ليه بالرمز بي واحد القياس، وهي التسلا تكافئ اوبر الكيلومتر تربيع، لازم تكون عارفها. هناخد كمان بقى المجال النشا عن روتر كهربي في سلك مستقيم، ملف دائري، ملف حلزوني. لازم تعرف في سلك مستقيم والملف الدائري والملف الحلزوني ايه هو شكل المجال وخواص المجال، تعيين كثافه المجال، تعيين اتجاه المجال. الكلام ده لحد هنا جميل جدا، عرفنا كل الحاجات المتعلقه بالكلام ده. لقينا مواضيع سهله بسيطه جدا، معلومات عامه كويسه جدا. عندنا عنوانين دلوقتي مهمين جدا، وهما في الحقيقة أزيد من عنوانين بس احنا اختصرتهم، بس خلينا ناخد منهم عنوان: القوة التي يؤثر بها المجال المغناطيسي على سلك يمر به تيار كهربي وموضوع في مجال. أقرأ لك العنوان تاني عشان أنا عايزك تستوعبه أكتر. القوة مالها التي يؤثر بها المجال المغناطيسي، تمام؟ أهو القوة التي يؤثر بها المجال المغناطيسي على سلك يمر به تيار كهربي وموضوع عموديا في فيض مغناطيسي. طيب القوة اللي بيأثر بها ايه؟ المجال المغناطيسي. هات المجال المغناطيسي اهو ان ودي اس، ادي مجال مغناطيسي ودي خطوط الفيض زي ما احنا شايفين. جبت المجال، القوة بقى اللي بيأثر بها المجال ده على سلك بيمر فيه تيار كهربي وموضوع في مجال مغناطيسي اهو. ادي السلك موضوع هنا، ده هو سلك يمر به تيار كهربي. انا عاوز افهمك واحده واحده، انا مش عايزك تحفظ. قال لك ان لما بيكون عندي سلك زي ده بيمر فيه تيار كهربي، والسلك ده موضوع في مجال زي ما احنا شايفين كده، قال لك السلك ده بيتأثر بقوة. طيب انا بديهيا كده هسأل نفسي، هو السلك ده هيتأثر بقوة ازاي؟ هي القوة دي جت منين؟ انا المستر ما قاليش على حاجة خالص غير قوة مغناطيسية اللي هو سلك بيمر فيه تيار كهربي. طيب هبدأ افكر، انا عندي سلك موضوع فيه مجال، عندي سلك موضوع فيه مجال، السلك ده بيمر فيه تيار كهربي، اذا عندي مجال، وعندي كمان المجال بتاع المغناطيس، اذا عندي مجالين. قال لك نتيجة ان انا عندي مجالين فبتنشأ عندي قوة بتحرك السلك. هو ده يا جماعة الموضوع ببساطة. يبقى تاني ببساطة شديدة جدا، انا لو عندي سلك بيمر فيه تيار كهربي والسلك ده محطوط في فيض او مغناطيس زي ما احنا شايفين، فالسلك ده هيتأثر بقوة. طيب هي القوة دي جات منين؟ قال لك ان انت عندك تيار كهربي بيمر في السلك، فبالتالي عندك مجال، وعندك كمان المجال بتاع المغناطيس، عندك مجالين. قال لك نتيجة لوجود مجالين فالسلك هيتحرك بس. وقال لك القوة بعينها من قانون، ده هو القوة اللي هيتحرك بيها السلك، ال F بيساوي L طول السلك I B كثافة الفيض و ساين سيتا. سيتا هي الزاوية ما بين السلك وخطوط الفيض، يعني لو قلت دي خطوط الفيض وده كده السلك، يبقى الزاوية اللي ما بينهم بتسعين درجة، تمام؟ يبقى ساين 90 بي 1، يبقى الاف بتكون قيمة عظمى او بتساوي ال اي بي لما الزاوية سيتا ب 90 درجة، يعني السلك عمودي على خطوط الفيض. امتى الاف ده هو هتكون بصفر؟ لما يكون الوضع ده هو ادي السلك وادي كمان خطوط الفيض، مالهم منطبقين على بعض او بيوازوا بعض، فبالتالي سيتا هنا بصفر، ساين صفر بصفر، يبقى الاف بصفر. يبقى امتى الاف بصفر؟ لما السلك يكون موازي لخطوط الفيض زي ما احنا شايفين. وامتى الاف بقيمة عظمى؟ لما السلك عمودي على خطوط الفيض زي ما احنا شايفين. ده تنبيه مهم جدا لازم تاخده في الاعتبار. طيب يا مستر انا مش مستوعب الكلام ده، تعالى واحدة واحدة اشرحه لك وتفهمه. بيقول لك اهو القوة التي يؤثر بها المجال المغناطيسي، خلاص مجال مغناطيسي بيأثر بقوة على سلك بيمر فيه تيار كهربي وموضوع في مجال زي ما احنا شايفين. ادي سلك بيمر فيه تيار كهربي اهو وموضوع في مجال مغناطيسي قطبين ان واس زي ما احنا شايفين. بيجي لي بقى في الامتحان ويقول لي، بيقول لي ماذا يحدث مع التعديل اذا وضع
سلك مستقيم حر الحركة، يعني أقل حاجة ممكن يتحركه أو ممكن يتحرك مش مقيد يعني، ويمر به تيار كهربي. سلك بيمر فيه تيار كهربي ووضع بالشكل ده، إيه اللي هيحصل؟ واحدة واحدة بقى نقرأ الكلام اللي احنا شرحناه بالعامي دلوقتي ونستوعبه ونفهمه. بيقول لي يوجد على جانبي السلك مجالان. رقم واحد، المجال المغناطيسي المنتظم بتاع الـ N والـ S بتاع المغناطيس، تمام. والمجال الناشئ عن مرور تيار كهربي في السلك. يبقى انا عندي في الشكل ده مجالين، المجال بتاع الـ N والـ S اهو، والمجال بتاع مرور تيار كهربي في السلك. نتيجة اختلاف المجالين على جانبي السلك تعمل محصلة القوتين، ما هو كل مجال له قوة، فبالتالي تعمل محصلة القوتين على تحريك السلك في اتجاه من القوة الكبيرة إلى القوة الصغيرة زي ما احنا شايفين. يبقى انا عاوزك تفهم باختصار كده، انا عندي سلك بيمر فيه تيار كهربي، موضوع في مجال السلك ده هيتحرك، هيتحرك ليه؟ عشان وجود مجالين، عندي مجال بتاع الـ N والـ S وعندي المجال بتاع مرور تيار كهربي في السلك ده. بيقول لي بقى تكون هذه القوة عمودية على كل من اتجاه المجال المغناطيسي واتجاه التيار الكهربي. تاني، تكون هذه القوة عمودية على كل من، تكون هذه القوة عمودية على كل من اتجاه المجال المغناطيسي واتجاه التيار الكهربي. يبقى ممكن اقول لك امتى اتجاه القوة يتغير، تقول لي لما، او اتجاه القوة بيعتمد على ايه؟ هتقول لي اتجاه القوة، والله يا مستر اتجاه القوة بيعتمد على اتجاه حركة المجال المغناطيسي واتجاه التيار الكهربي، وده تبع لقاعدة فيلمنج لإيلاد الأسرة. هي قاعدة فيلمنج لإيلاد الأسرة، انا عارفها دلوقتي، مش ما تستعجلش اهو. يعني عكس اتجاه هذه القوة اذا عكسنا سواء اتجاه التيار او اتجاه المجال، تمام. طيب انا عرفت ازاي اعين كثافة الفيض او اتجاه المجال بتاع ملف دائري، ملف حلزوني، سلك مستقيم. طيب دلوقتي بقى عايز اعين القوة، اعرف اتجاه القوة ده، السلك هيتحرك لفوق ولا هيتحرك لتحت. تعيين اتجاه القوة التي يؤثر بها المجال المغناطيسي اهو، تعيين اتجاه القوة، تمام، اللي هيأثر بها المجال المغناطيسي على سلك يمر به تيار كهربي وموضوع في المجال. قال لي يتم ذلك باستخدام قاعدة فيلمنج لليد اليسرى. ببساطة هي دي قاعدة فيلمنج لليد اليسرى، عاملة زي المسدس كده زي ما احنا شايفين، قاعدة فيلمنج لليد اليسرى. بص يا سيدي، ده اهو دولت اتجاه التيار، ركز معايا، دولت اتجاه التيار، هنشوفه في المسائل ما تفهم ما تقلق. ده اتجاه التيار، ده اتجاه المجال، ده اتجاه الحركة. طيب يا مستر مش فاهمك، أنا عايز تطبيق عملي. بص يا سيدي، هعتبر إن عندي مغناطيس N ومغناطيس S زي ما احنا شايفين، وخطوط الفيض زي ما احنا شايفين، آدي خطوط الفيض بتاعتي أهو، كلام جميل جدا. ورحت جبت يا سيدي ملف مستطيل، حطيته كده في النص كده، تمام. وعندي اتجاه التيار في الملف المستطيل، ولنفترض كده عايز اعين ايه؟ عايز اعين اتجاه القوة على الضلع ده اهو، تمام، ركز معايا، اوي اتجاه القوة على الضلع ده، تمام. تعالى كده نعين اتجاه القوة على الضلع ده اهو، واتجاه القوة على الضلع ده اهو زي ما احنا شايفين. انا مش قلت لك هتعين اتجاه القوة بقاعدة فيلمنج لليد اليسرى؟ ادي اليد اليسرى ودي قاعدة فيلمنج اهو، اهو تمام، ده اهو يشير لايه؟ لاتجاه التيار، اتجاه التيار لتحت اهو، وده اهو يشير لاتجاه المجال، السهم كده اهو، اهو اتجاه المجال كده، تمام. يبقى ده اتجاه المجال، وتحت للضلع ده اهو اتجاه التيار. يبقى زي ما احنا شايفين اتجاه الحركة هيكون لأعلى اهو. يبقى اقولها لك تاني اهو، عايز اعرف الضلع ده اهو بيتأثر بقوة بتحركه لأعلى ولا لأسفل. قال لك هتطبق قاعدة فيلمنج لليد اليسرى. جيت عند الضلع ده اهو، ده هو يشير لاتجاه التيار الكهربي، ادي السهم الأسفل بتاع التيار الكهربي، اتجاه المجال اهو، يبقى اتجاه الحركة كده. طيب تعالى عند الضلع ده اهو نطبق برضو قاعدة فيلمنج لليد اليسرى عشان نعرف القوة اللي بتأثر على السلك ده اهو، اتجاهها لفوق ولا لأسفل. هاجي عند الضلع ده اهو واطبق قاعدة في فيلمنج لليد اليسرى، ادي فيلمنج لليد اليسرى، ده هو اتجاه المجال، ماشي، ده هو اتجاه التيار. طيب ده التيار طالع لفوق، يبقى خلي لي دول طالعين لفوق اهو، ده هم طالعين لفوق اهو زي ما احنا شايفين، وادي المجال كده، السهم جاي كده اهو، وده لفوق، يبقى القوة اهي لأسفل.
وهنعيدوها تاني في عزم الازدواج الشكل ده، بس انت خدت نبذة عنده. ادي قاعدة فليمنج ليه اليد اليسرى، بتجعل اصابع اليد اليسرى اهو، اجعل اصابع اليد اليسرى الثلاثة الوسطى السبابة والابهام متعامدون على بعضها، متعامدين على بعضها البعض، واجعل الوسطى يشير الى اتجاه التيار والسبابة الى اتجاه الفيض او المجال، فان الابهام ده هو اللي فوق ده اهو يشير لاتجاه حركة السلك زي ما احنا شايفين. ده بالنسبة لقاعدة فيلمنج لليد اليسرى. بتيجي في الامتحان انا بستخدم قاعدة فيلمنج لليد اليسرى في ايه؟ في تعيين اتجاه القوة التي يؤثر بها المجال على سلك يمر به تيار كهربائي وموضوع في مجال. ادي سلك بيمر فيه تيار كهربائي وموضوع في مجال، عايز اعرف حركته الاسفل ولا الاعلى، هقولها لك تاني. ادي الان وادي الاس يا سيدي، المجال اهو ماشي، وادي هحط سلك وبيمر فيه التيار كده تمام، عايز اعرف اتجاه الحركه الاسفل ولا الاعلى. قال لك هتيجي تعمل قاعده فيلمنج لليد اليسرى عشان اعين الحركه تمام. ده اتجاه المجال اهو، اتجاه التيار لفوق فين ده، هو المفروض يكون لفوق، يبقى كده اهو، ده هو لفوق اهو، وده هو كده، يبقى القوه ده اهي ايه، حرك ايديك وانت بتشتغل معايا، يبقى القوه ده اهي ايه لاسفل، يبقى ده يتاثر بالقوة لأسفل زي ما احنا شايفين. وهنا بقى كان شفنا برضو مرة هنا لأعلى وهنا لأسفل، مفيش أي حاجة، وهنعيدوها مرة واثنين وثلاثة. يبقى دي قاعدة فيلمنج لليد اليسرى. يبقى أنا عرفت أمبير لليد اليمنى، فيلمنج لليد اليسرى، البريمة اليمنى، عقارب الساعة، دي حاجات كلها أعمل لها حصر في دماغي لأن هنشوفها في المسائل. والله العظيم سهلة، مفيهاش أي مشاكل، حاول تطبق بإيديك وتفهمها، هتلاقي الأمور ماشي بدأ ماشية. يبقى ده بالنسبة لي فيلمنج لليد اليسرى. طب عاوزين نعرف القانون بقى اللي أنا بعين به القوة عبارة عن إيه؟ يبقى الإف بتساوي الإل طول السلك في الأي شيل التيار الكهربي بتمر في السلك في البي الكثافة اللي بتأثر على السلك ساين سيتا، حيث ان سيتا هي زاوية ما بين مستوى الملف وما بين خطوط الفيض. يبقى لما يجي يسألني ويقول لي في سؤال اذكر العوامل التي يتوقف عليها القوة اللي بتأثر على سلك بيمر في تيار كهربي، السلك ده بيمر في تيار كهربي وموضوع في مجال، ايه العوامل اللي بتأثر على القوة؟ هقول له والله طول السلك، شد التيار تمر في السلك، كثافة الفيض المؤثرة في السلك، الزاوية ما بين ميل السلك او السلك وخطوط الفيض. طيب خلينا كده، لو انا عندي ادي السلك وادي خطوط الفيض، لما يكون السلك عمودي على خطوط الفيض زي ما احنا شايفين، فبالتالي الزاوية 90، فساين 90 بواحد يعني الاف بتساوي ال اي بي، وهي دي اقصى قيمة للاف. يبقى الاف بتكون قيمة عظمى لما سيتا ده هتكون بي 90، يعني لما السلك يكون عمودي على خطوط الفيض. طيب خلي بالك، ممكن يجي ويقول في مسألة رغم ان انا عندي سلك والسلك ده بيمر فيه تيار كهربي الا انه ما اتحركش، يعني عندك سلك وسلك بيمر فيه تيار كهربي وموضوع في مجال، طيب ايه اللي خلى السلك ده ما اتحركش؟ ليه القوة على السلك بصفر؟ طيب اكتب قانون القوة، الاف بتساوي ال ال اي بي ساين سيتا. ليه رغم ان عندك سلك وبيمر فيه تيار كهربي وموضوع في مجال الى ان القوه بصفر؟ معنى القوه بصفر معنى ان ساين سيتا بصفر، يعني سيتا بيساوي زيرو. امتى سيتا تكون بصفر؟ قال لك سيتا تكون بصفر، سيتا هي زاويه ما بين العمودي على مستوى الملف، عفوا سيتا هي زاويه ما بين السلك وخطوط الفيض، زاويه بصفر يعني السلك بالشكل ده، ادي السلك وادي خطوط الفيض، يعني بيوازوا بعض، يعني لما السلك بيكون موازي لخطوط الفيض او موضوع موازي لخطوط الفيض اذا سيتا هتكون بصفر، فبالتالي مفيش قوة. يعني حضرتك عاوز تفهمني ان لو عندك مجال او قطبين ان واس زي ما احنا شايفين بيطلعوا لي خطوط فيض زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وجيت رحت جايب سلك او ملف مستطيل بالشكل ده، حضرتك عايز تحسب القوة على كل ضلع، فحضرتك رحت ماسك لي الضلع ده، بتقول لي الضلع ده موضوع عمودي على خطوط الفيض زي ما احنا شايفين، اذا القوة اللي بتأثر عليه اقصى ما يمكن. قلت لك ماشي، وبالمثل هذا السلك او الضلع ده موضوع عمودي على خطوط الفيض اهو، فبالتالي القوة اقصى ما يمكن طبعا للقانون ده اهو،
او اف بتساوي ال اي بي ساين ثيتا، ثيتا تكون ب 90 يعني القوه هتساوي ال اي بي. وقلت لي يا مستر انت قايل لي ان السل الضلع ده اهو اهو موازي لخطوط الفضي يعني الزاويه بصفر، اذا الضلع ده اهو القوه عليه بصفر، وبالمثل برضو الضلع ده اهو موازي لخطوط الفيض اهي يعني زاويه بصفر يعني ثيتا بصفر يعني القوه بصفر. يبقى خلاص انا فهمت دلوقتي ان انا لو عندي سلك والسلك ده موضوع في مجال مغناطيسي فانه بيتحرك بقوه، مقدار القوه دي بعينها من القانون اللي بيقول لي الاف بتساوي ال في الاي في البي ساين سيتا، حيث ان سيتا هي زاويه ما بين العمود على سيتا هي زاويه ما بين الملف وخطوط الفيض. قال لي يا مستر بعين اتجاه القوة دي بقاعدة فيلمنج لليد اليسرى اهو، دولت اتجاه التيار ده هو اتجاه المجال او الفيض خطوط الفيض، ده هو اتجاه الحركة زي ما احنا شايفين وهنشوفها تاني كمان شوية ان شاء الله. طيب قال لي يا مستر انا قبل كده جبت سلك وبيمر فيه تيار كهربي وحطيته في مجال المفروض كان يتحرك ما اتحركش، ليه القوة اللي اثرت عليه بصفر؟ قلت لك يا سيدي لانك حطيته موازي لخطوط الفيض، فبالتالي سيتا اصبحت في صفر بصفر، فبالتالي اف اصبحت بصفر. يبقى ده كله الكلام اللي متعلق بالقوه. طيب هتقول لي يا مستر انت بتقول لي الاف بتساوي ال اي بي بفرض ان السلك موضوع عمودي يبقى ساين سيتا بواحد، لان سيتا ب 90 ساين 90 بواحد، يبقى اف بتساوي ال اي بي. هتقول لي يا مستر ما انا ممكن اجيب قانون تاني للبي وهو البي بيساوي اف على ال اي. هقول لك جميل، وده قانون مهم جدا ومنه هطلع بتعريف. يبقى جبت فعلا البي بيساوي اف على ال اي، وده المهم بالنسبه لي وده اللي بيجي في الامتحان وده اللي انا استخدمه. يبقى انا دلوقتي عندي كام علاقه للبي؟ عندي البي بيساوي فاي ام على الايه، عندي البي بيساوي ميو اي على 2 باي دي، عندي البي بيساوي ميو اي ان على 2 ار، عندي بي بيساوي ميو اي ان على ال، عندي بي بيساوي اف على ال اي. لازم تعمل حصر للقوانين دي لان صدقني كلها هنستخدمها. هنا بقى بيقول لي انا ممكن من القانون ده اهو البي بيساوي اف على ال اي اجيب تعريف تاني لكثافه الفيض المغناطيسي عند نقطه. اقول اوصف بقى الاف والال والاي، اول يقدر عدديا بالقوه نيوتن اهو، تقدر عدديا بالقوه نيوتن التي تؤثر على سلك طوله 1 متر ويمر به تيار شدته 1 امبير. وما انساش اقول موضوع عموديا لان انا يعني كان في هنا المفروض ساين سيتا يعني ساين 90 فحطيتها بواحد، يعني سلك موضوع عمودي هو موضوع عموديا على اتجاه خطوط الفيض. يعني تاني اهو انا كان عندي اف بيساوي ال اي بي ساين سيتا، تمام. فدلوقتي عايز اجيب البي في طرف، فبقول اف على ال اي ساين سيتا. بدل ما اقول ساين سيتا عوضت عنها بواحد واقول ان السلك ده اصلا موضوع عمودي على المجال. يبقى لما اجي اعرف اقول ان البي ده تقدر عدديا بالقوه نيوتن اللي مالها بتاثر على سلك طوله 1 متر ويمر به تيار شدته 1 امبير، وكان في هنا ساين 90 والسلك ده موضوع عمودي على خطوط الفيض زي ما احنا شايفين. طبعا احنا قلنا ان وحده قياس كثافه الفيض المغناطيسي هي تسلا، وعرفنا فاي ام على الاي يبقى بتكافئ ويبر او ويبر لكل متر تربيع، وكمان من هنا نيوتن لكل امبير في متر، مهم جدا نيوتن اهو لكل امبير في متر ويبر لكل متر تربيع، ده الحاجات اللي بتكافئها التسلا. ده هو من الفاي ام على الاي، ده هو من الاف على ال اي. يبقى انا عندي قانونين مهمين جدا، بي بيساوي اف على ال اي ده نيوتن لكل امبير في متر، والبي بيساوي فاي ام على الاي ده ويبر لكل متر تربيع، ده طبعا كثافه الفيض وحده قياس كثافه الفيض هي التسلا. خلاص بقى لما اجي اعرف التسلا هسال التسلا انت ايه؟ انت وحده قياس بتقيسي ايه؟ قالت لي بقيس كثافه الفيض. يبقى ابدا بكثافه الفيض واقول هي كثافه الفيض المغناطيسي واقول بي بيساوي اف ال اي التي تولد قوه مقدارها 1 نيوتن تصل على سلك طوله 1 متر ويمر به تيار شدته 1 امبير وموضوعها عموديا على خطوط الفيض. بس كده هو ده التسلا، مفيش عندي اي مشاكل. تمام. عندي بقى سؤال مهم جدا بيجي في الامتحان، ما معنى ان كثافه الفيض المغناطيسي بيساوي 10 نيوتن لكل امبير في متر؟ خلاص اعرف كثافه الفيض واقول معنى ذلك انه اذا وضع، او ممكن اقول معنى ذلك ان القوه التي تؤثر على سلك طوله 1 متر ويمر به تيار شدته وموضوع عموديا على ده، وعشان اعرف كثافه الفيض مش اكتر. خلي بالك اعرف كثافه الفيض بالقانون بتاع ايه؟ اف على ال اي، لان قال لي تمييز 10 نيوتن لكل امبير في متر. اما لو قال لك تسلا مش مشكله كانه قال لك برضه 20 نيوتن لكل امبير في متر. اما لو قال لك بقى ايه؟ لو قال لك ما معنى ان كثافه الفيض تساوي 20 ويبر لكل متر تربيع، لا تعرف من القانون اللي بيقول بيساوي فاي ام على الايه، تقول له معنى ذلك ان
الفيض المغناطيس المؤثر على مساحة أو وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة بيساوي 20 وبر، قلناها في أول الفيديو. يبقى أنا عرفت ما معنى أن كثافة الفيض 10 نيوتن لكل أمبير في متر، بقول بالتعريف بتاع كثافة الفيض بتاع النيوتن لكل أمبير في متر، تمام. وتسلا خلاص سايبها لي سداح مداح كده، يستحسن برضو أقول بالتعريف بتاع الإف على ال أي. أما بقى لو قال لي نيوتن، قال لي وبر لكل متر تربيع، خلاص يبقى التعريف اللي خدناه في أول صفحة خالص اللي هو بالقانون ده اللي هو الفيض المغناطيسي المؤثر على واحد المساحات بيساوي كذا. اما ده القوه اللي بتاثر على سلك طول 1 متر ومساحه مقطع طوله 1 متر والمر بيتيار شدته 1 امبير وموضوع عمليه بيساوي كذا. يبقى خلي بالي ده سؤال في الامتحان، ما معنى انك كسبت الفيض المغناطيسي 10 نيوتن لكل امبير في متر، ما معنى انك كسبت الفيض المغناطيسي 20 تسلا، ده زي ده. اما بقى لما يجي يقول لي مثلا 10 ويبر لكل متر تربيع، لا، يبقى معنى ذلك ان الفيض المؤثر على واحد المساحات بعرف بالقانون بتاعي، تمام. هنا بيقول لي اهو بقى سلك يحمل تيار وموضوع في مجال مغناطيسي ولم يتحرك. ليه يا سيدي؟ انت حضرتك معاك سلك يا مستر، انت قلت لي ان اي سلك هيمر في تيار كهربي وحطه في مجال هيتحرك، هتأثر عليه قوة. بس خلي بالك انت حطيت السلك موازي، فمن القانون سيتا اصبحت بصفر ساين صفر بصفر، فبالتالي اف اصبحت بصفر، فمفيش قوة هتحرك السلك رغم ان هو موضوع في السلك، بس لانه موضوع في مجال، بس لانه موضوع موازي، يبقى يرجع ذلك ان السلك قد يكون موازية للمجال المغناطيسي محطوط في المجال الموازي، تمام. بيقول لي برضو اذا مر تيار كهربي في كل من ملف حلزوني، لما يمر تيار كهربي في ملف حلزوني المفروض يديني مجال، تمام، دي منطقة فيها مجال. وسلك مستقيم منطبق على محور ملف، وجيت حطيت سلك مستقيم هنا، سلك مستقيم منطبق على محور الملف يعني موازي للمجال كده، طبعا السلك مش هيتأثر بقوة لأن أهو الإف بتساوي ال أي بي ساين سيتا، وسيتا هنا بصفر لأن السلك موضوع موازي للمجال. يبقى أنا لو عندي تيار كهربي بيمر في ملف حلزوني فهيديني مجال زي ما احنا شايفين، وأنا حاطط السلك موازي للمحور أو منطبق على محور الملف زي ما احنا شايفين، فبالتالي مفيش حركة على السلك المستقيم. يبقى أنا كل اللي استفدته الإف بتساوي ال أي بي ساين سيتا، والبي بتساوي اف على ال اي. والعب يا سيدي زي ما انت عايز تلعب، واللي عايز تعمله اعمله، ما عنديش اي مشاكل. ولازم تكون عارف قاعده فليمنج لليد اليسرى، كل ده كلام كتير هنشوفه في الحل، لازم بس تعرف المفاهيم دي كويس جدا دلوقتي. ده كان بالنسبه للقوه اللي بتاثر على سلك يمر به تيار كهربي وموضوع في مجال مغناطيسي، عرفنا ليه بتاثر قوه. طيب تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتكلم عن عنوان جديد، وهو القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يحملان تيارين. عندي حالتين، عندي قوة متبادلة، عندي سلكين متوازيين بيكون ما بينهم قوة متبادلة. عندي ممكن التيار في السلكين في نفس الاتجاه، وعايزك تركز معايا، وممكن التيار في السلكين في اتجاهين متعاكسين واحد عكس الآخر. قال لك ان انا لما يبقى عندي سلكين متوازيين كل واحد بيحمل تيار، فبيكون عندي قوة متبادلة ما بينهم، يعني بيكون عندي قوة جذب يا قوة تنافر. طب تعالى نعرف قوة اللي موجود، قوة جذب ولا قوة تنافر. قال لك تعالى حط نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة هنا، نقطة خارج السلكين اهو وبين السلكين، تمام. كلام لحد الآن كويس وجميل جدا. قال لك النقطة ده سألك تقع تحت تأثير كام مجال؟ قال لك مجال السلك ده هو، مجال السلك ده هو بيأثروا على النقطة ده، يبقى النقطة ده تقع تحت تأثير مجالين، النقطة ده برضو تحت تأثير مجالين، والنقطة ده تقع تحت تأثير مجالين بتاع السلك الأولاني، شوف أنا قلتها وبقولها مرة كمان، والسلك الثاني زي ما احنا شايفين، وبالمثل النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي تحت تأثير المجالين بتوع السلكين زي ما احنا شايفين، ده سلك أولاني سلك تاني. قال لك تعالى بقى عين اتجاه المجال بتاع السلك ده بالنسبة للنقطة دي، واتجاه المجال بتاع السلك ده بالنسبة للنقطة دي، وبالمثل برضو اتجاه المجالين دولت بالنسبة للنقطة دي، واتجاه المجالين دولت بالنسبة للنقطة دي. هو ده سلك مستقيم، وانا عايز اجيب المجال بتاع السلك مستقيم احدد اتجاهه، يبقى قاعدة امبير لليد اليمنى. ادي ايديا اليمنى قاعدة امبير اهو، قلناها مرة واتنين وبقولها التالتة، ده اهو كده اهو اللي بيتحرك ده اهو يشير لاتجاه التيار الكهربي اهو. انا عين عند النقطة دي وماسك السلك الاولاني اهو داخل النقطة،
شوف اهو رايح للنقطة، شايف النقطة فين؟ اهي حضرتك صوابعي اهي رايحة لها، يبقى هنا اكسات للداخل. طب برضو السلك التاني اهو، حضرتك ايه بص النقطة اهي، حضرتك رايح للنقطة، يبقى برضو اكسات. موضوع سهل جدا. طب تعالى النقطة ده اهي بالنسبة للسلك ده والسلك ده، السلك الاولاني خارج، شوف ده هي خارجة من النقطة، يبقى اهو جرب بايديك واشتغل. طيب السلك الثاني برضو خارج، شوف اهي النقطة اهي، حضرتك خارج، شوف خارج، يبقى هات. طب النقطة اللي في النص السلك ده اهو الاولاني، حضرتك ايه اهو خارج، يبقى او. طب النقطة التانية حضرتك ايه، شوف رايح للنقطة اهو، النقطة اهي اهي حضرتك ايه، شوف رايح لها، يبقى اكس. طيب تعالى نشتغل هنا كمان تحت، السلك ده اهو الاولاني بالنسبة للنقطة ده اهي، يلا بقى على السريع اهو رايح لها، يبقى اكسات. السلك التاني بالنسبة للنقطة ده اهو اللي تحت، شوف اتجاه التيار بقت عكس، يبقى ايه، شوف طالع منها اهو طالع، ايديا طالع، يبقى اوهات. طيب النقطة ده اهي السلك الاولاني طالع، شوف اهو طالع، يبقى او. طيب السلك الثاني داخل، شوف اهو رايح للنقطة رايح. اظن يا جماعة الموضوع سهل جدا والله، مفيهوش اي حاجة. طب النقطة ده اهي السلك الاولاني طالع اهو اهو طالع، يبقى او. السلك الثاني اهو برضو طالع، يبقى او. تعالى كده هنا عندي مجالين متشابهين، هنا مجالين متشابهين، هنا مجالين مختلفين. المتشابهين المحصلة بتكون ايه، جمع، يبقى بي توتال بي واحد زائد بي اتنين. المتشابهين المحصلة جمع، بي توتال بيساوي بي واحد زائد بي اتنين، هنا بي توتال بيساوي طرح بي واحد ناقص بي اتنين. شفت سهلة ازاي، مفيهاش اي حاجة. طيب تعالى هنا اهو المحصلة، هنا مجالين ايه مختلفين، هنا متشابهين مختلفين، يبقى بي توتال ساوي بي واحد ناقص بي اتنين، هنا بي توتال بيساوي مجالين متشابهين الاتنين الخارج، هنا مجالين مختلفين، يبقى بي واحد ناقص بي اتنين، ده هو البي توتال طبعا مقياس عشان الناتج بيطلع بموجب، يعني كبير ناقص صغير. طيب هنا الكثافة بره جمع والكثافة جوه طرح بين السلكين، بره السلكين أكبر من جوه السلكين، يبقى بره السلكين في اف كبيرة وهنا اف كبيرة هتأثر على السلكين، وهنا اف صغيرة، فالسلكين هينضموا، ما هو بره قوة كبيرة هتضم السلكين، جوه قوة صغيرة مش قادرة تتغلب على اللي بره، فاللي بره هيتغلبوا على اللي بين السلكين، فالسلكين ايه يحصل ما بينهم قوة تكاثر. طيب هنا اللي بره الطرح، اللي بره طرح واللي جوه جمع، اللي جوه كبير واللي بره صغير، يبقى هيحصل ايه، تباعد للسلكين. اظن الفكرة سهلة وبسيطة مفيهاش اي حاجة. بيقول لك اهو القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يحملان تيارات. طبعا هيجي في سؤال ويسألك ويقول لك ماذا يحدث عند وضع سلكين متوازيين طولهما المتقابل، اللي يعني طول ده قد طول ده، وواحد بيمر في اي واحد وواحد بيمر في اي اتنين، هل السلكين هيتجاذبوا ولا هيتنافروا؟ والله يعني نوع القوة دي حسب التيار، لو كان التيار في اتجاه واحد او كان التيار في اتجاهين متعاكسين فهمنا ايه اللي هيحصل، جبنا النقطة دي تقع تحت تأثير مجالين السلك ده والسلك ده، فشفنا المجال في المنطقة دي والمنطقة دي والمنطقة دي، وشفنا بعد كده القوة هتكون تجاذب ولا تنافر. كلام جميل. طيب دلوقتي انا عايز اتكلم عن مفهوم مهم جدا، الا وهو نقطة التعادل. عايز اعرف ايه هي نقطة التعادل، عاوز افهم ايه هي نقطة التعادل، لان صدقني نقطة التعادل دي مهمة جدا جدا، وفي مسائل كده قالك نقطة التعادل هي، ركز معايا كده اهو، النقطة التي تتلاشى عندها محصلة كثافة الفيض. يعني نقطة التعادل هي النقطة اللي بتلاشى عندها محصلة كثافة الفيض، يعني عندها البي توتال بتساوي
صفر. طيب انت ممكن تفك البي توتال لزائد او ناقص، تفتكر هي امتى هتساوي صفر؟ هل ممكن اقول بي واحد زائد بي اتنين ايا كان هل احصل على نتيجة تطلع بتساوي صفر؟ لا، انما ممكن اقول بي واحد ناقص بي اتنين هيساوي زيرو، يبقى فكيت البي توتال اللي بي واحد ناقص بي اتنين. اذا فنقطة التعادل تقع في منطقة طرح، يعني منطقة اختلاف مجالين، يعني تقع في المنطقة ده اهي نقطة التعادل، ونقطة التعادل ممكن تقع خارج السلكين. يبقى نقطة التعادل بتقع بين السلكين، نقطة التعادل تقع بين السلكين في حالة ان التيارين في اتجاه واحد اهو، انا بشرح لك وشرحت لك عشان تفهم وعيد النقطة دي تاني، وتقع خارج السلكين لو كانوا التيارين متعاكسين زي ما احنا شايفين. نقطة التعادل هي النقطة التي يمكن ان ترجع عندها محصلة كثافة الفيض، يعني بي توتال بيساوي صفر، يعني بي واحد ناقص بي اتنين بيساوي صفر، يعني عندها البي واحد بيساوي البي اتنين. يعني حضرتك اول ما يقول لك نقطة التعادل تبقى عارف ان بي توتال بيساوي صفر، يعني بي واحد ناقص بي اتنين بيساوي صفر، يعني بي واحد بيساوي بي اتنين، وتبقى عارف كويس قوي ان نقطة التعادل بتقع في منطقة اختلاف مجالات او منطقة طرح زي ما احنا شايفين وشفنا الحالات بتاعتنا. تعالى نقرأ وهديك مسألة دلوقتي على الكلام ده، تشوف هتقدر تطبق ولا لا. بيقول لي اهو نقطة التعادل، بيقول لي بكل بساطة نقطة التعادل هي النقطة التي تكون عندها محصلة كثافة الفضل المغناطيسي بتساوي صفر، يعني البي توتال بتساوي صفر. بي توتال ممكن تكون بي واحد زائد بي اتنين أو بي واحد ناقص بي اتنين. امتى ممكن تساوي صفر؟ لما بي واحد ناقص بي اتنين. يبقى فكيت البي توتال بي واحد ناقص بي اتنين واكتشفت أن نقطة التعادل تقع في منطقة طرح وليس منطقة جمع. يبقى البي واحد بيساوي بي اتنين لما بي اتنين تيجي الطرف الثاني، تمام؟ بيقول لي أهو عند نقطة التعادل يكون المجالان متساويان في الشدة ومتعاكسين في الاتجاه، ما منطقة طرح لازم يكون فيها المجالين متعاكسين، عندها بي واحد بيساوي بي اتنين، خلاص عرفت. توجد نقطة التعادل في منطقة طرح المجالين أي بين السلكين إذا كان التيار في اتجاه واحد وخارج السلكين إذا كان التيار في اتجاهين متعاكسين، قلنا وعرفناه. توجد نقطة التعادل في منتصف المسافة بين السلكين إمتى؟ إذا كان التيار في السلكين في اتجاه واحد ومتساويان في المقدار. يعني بص كده، عامة إمتى نقطة التعادل تقع بين السلكين؟ لما يكونوا التيارين في اتجاه واحد اهو، عشان المنطقة دي منطقة طرح فيها مجالين متعاكسين. طب امتى بقى نقطة التعادل تقع في النصف هنا؟ تقع في منتصف المسافة لما يكون اي واحد اهو بيساوي اي اتنين نفس القيمة، بحيث انك لما تجيب البي واحد اهو وتجيب البي اتنين اهو هتلاقيهم قد بعض، لان نفس ما هو البي بيساوي ميو اي على 2 باي دي. امتى البي يساوي البي؟ لما يكون الاي بيساوي الاي والدي بيساوي الدي، تمام؟ او بلاش البي بيساوي البي، يعني انا بقول بي بيساوي ميو اي على 2 باي دي. انا بقول ان في منطقة التعادل بي واحد بيساوي، وهنشوفها في المسائل، بي اتنين، يبقى ميو اي واحد على 2 باي دي بيساوي ميو اي 2 على 2 باي دي. قال لك بقى ان نقطة التعادل بتقع في منتصف المسافة، يعني المسافة اللي هنا بالنسبة لبي 1 قد المسافة اللي هنا بالنسبة لبي 2، يعني دي هي الدي، تمام؟ امتى بقى الاي وده هو هو ده والدي هو هو الدي والميو هو هو الميو؟ يبقى الاي 1 هو هو الاي 2. يبقى عشان نقطة التعادل تقع في منتصف المسافة بين سلكين لازم يكون الاي 1 بيساوي الاي 2 نفس التيارين، واثبتناها اهو. هتقول عند نقطة التعادل بي 1 بيساوي بي 2 يبقى ميو اي 1 اي، وهكذا هتلاقي ان لازم الاي 1 بيساوي اي 2 عشان المجالين يكونوا متساويين ويتحقق نقطة التعادل. هتفهم النقطة دي أكتر في المسائل بالحل، تمام؟ طيب تيجي ناخد مسألة حلوة كده وبسيطة وجميلة على الكلام اللي أنا بقوله، معلش أنت واحدة واحدة الجزء ده هتستوعبه بسهولة إن شاء الله، مش عايزك تقلق خالص. الكلام ده نعيده مرة واثنين وثلاثة، هنحل بدل المسألة 20 مسألة و50 مسألة في كتاب الامتحان مع بعض إن شاء الله. بص يا سيدي، عندي سلكين وليكن محطوطين بالشكل ده، تمام؟ وقال لي ده هو 2 اي وده هو اي، تمام؟ طبعا في ملحوظه هقولها في المساله دي بس خلي بالك نعرف كده، واداني ده اهي نقطه اكس
وده اهي نقطة واي، وده اهي نقطة زد، وده اهي نقطة W. وقال لي أي النقاط الأربعة اللي احنا شايفينهم ده هم ممكن تكون نقطة تعادل. بدأت أفكر مع نفسي كده وقلت هو نقطة التعادل دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن النقطة التي يمكن أن تتلاشى عندها محصلة كثافة الفيض، يعني عندها البي توتال بيساوي صفر، يعني عندها البي واحد، عندها مجالين مختلفين من الآخر، يعني بي واحد ناقص بي اتنين بيساوي صفر، يعني بي واحد بيساوي اتنين، منطقة عندها مجالين مختلفين. طيب مش فاهم برضه، بدأت أبص للنقط دي، بصيت للنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، قلت النقطة دي تحت تأثير مجالين، مجال السلك الأولاني مجال السلك الثاني، فقلت ما أجيب محصلة الكثافة هنا وهنا 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 وأشوف مين المنطقة الطرح وتبقى هي دي المنطقة اللي أنا عايزها. طيب بدأت أحدد اتجاه المجال السلك ده أهو بالنسبة للنقطة إكس، يلا على السريع أهو خارج من النقطة يبقى O، وبرضو اللي تحت ده هو برضو خارج من النقطة يبقى O، يبقى ده السلك I والسلك 2 I بالنسبة للنقطة X. تعالى بالنسبة للنقطة Y برضو هلاقي الاي ده هو خارج اهو، يبقى ايه؟ يبقى O، والاتنين I ده هو داخل يبقى X. طب بالنسبة للنقطة Z السلك الاولاني اهو داخل X اهو داخل، لما بعد الايديه بلاقيه داخل. طيب تعالى السلك اللي تحت اهو طالع، شوف طالع النقطة زد طالع يبقى O. طب تعالى W اهو داخل لل W يبقى X. طب هنا برضو اهو سلك الاتنين I سيدية مش واضحة، طب نعدلوها اهي، شوف اهو رايح للنقطة دهي اهو اهو، يبقى ده كمان X. طيب هل هنا مجالين متشابهين يبقى نقطة التعادل مستحيل تبقى هنا، هنا مجالين متشابهين يبقى المحصلة بجمع يبقى نقطة التعادل مستحيل تبقى هنا، طيب يعني نقطة هنا مجالين مختلفين وهنا مجالين مختلفين يبقى نقطة التعادل ممكن تبقى نقطة واي ونقطة التعادل ممكن تبقى النقطة زد، أنهي نقطة فيهم ممكن تكون نقطة تعادل؟ قال لك نقطة التعادل دي مش أنت قلت لي يمكن أتتلاشى عندها كثافة الفيض، يعني النقطة الأقرب للسلك اللي بيمر فيه تيار أقل، مين النقطة الأقرب اللي بيمر في تيار أقل؟ هنا النقطة دي أقرب لسلك بيمر فيه I، وهنا النقطة دي أقرب لسلك بيمر فيه 2 I، النقطة دي أقرب لسلك بيمر فيه تيار أقل، يبقى النقطة دي هي إيه؟ نقطة التعادل. يبقى نقطة التعادل هي نقطة يمكن أن تتلاشى عندها كثافة الفيض المغناطيسي، نقطة التعادل هي نقطة بتكون في منطقة طرح وتتلاشى عندها كثافة الفيض المغناطيسي، يعني بي توتال بصفر، يعني بي واحد ناقص بي اتنين بصفر، يعني بي واحد بيساوي بي اتنين، وكمان تكون أقرب للتيار للسلك اللي بيمر فيه تيار أقل، تكون أقرب للسلك الذي يمر فيه تيار أقل. ده بالنسبة لنقطة التعادل. طيب حضرتك لما كان عندك سلك واحد كده قلت لي إيه؟ قلت لي القوة اللي بتأثر عليه إف بيساوي إيه؟ إل أي بي. طب لما يبقى عندي سلكين فهيكون عندي في اف واحد بيساوي ايه؟ اف واحد بيساوي ساوي ال واحد اي واحد في ايه؟ في بي اتنين. ما هي كثافة السلك الثاني اهو هي اللي بتأثر على السلك الاولاني، يبقى لما اجيب قوة السلك الاولاني يبقى الكثافة بتاعت السلك الثاني هي اللي بتأثر عليه، يبقى فك، يبقى ال واحد اي واحد البي بتاعت سلك ميو اي 2 على 2 باي دي، يبقى اف واحد بيساوي ايه؟ بيساوي ميو اي واحد اي 2 ال على 2 باي دي دي اف واحد. طب حضرتك تعالى جيب اف 2، هتقول لي اف 2 بيساوي ال 2 اي 2، مين اللي بيأثر على السلك رقم 2 ده؟ هو قال لك كثافة السلك الأولاني، السلك الأولاني بيطلع كثافة هي اللي بتأثر على السلك الثاني، يبقى اف 2 بتساوي ال 2 اي 2 بي 1 فكها بتاعت سلك ميو اي 1 على 2 باي دي، يبقى اف 2 بيساوي ميو اي 1 اي 2 ال
على 2 باي دي زي ما احنا شايفين، يبقى في الاخر طلع اف 1 بيساوي اف 2 هيساوي اف 1 2 ساوي القانون ده هو اي ان منهم ميو اي 1 اي 2 الا على 2 باي دي. يبقى الفكره كلها ان انا لو عندي سلك واحد فالقوه القوه اللي بتاثر عليه خلاص الاف بتساوي ال اي بي، اما لو عندي سلكين فال اي بس اخلي بي بتاعه السلك الثاني زي ما احنا شايفين وافكها، وبالمثل اف 1 اف 2 طلعوا بيساوي بعض، يبقى دي هي قانون القوه المتبادله بين سلكين. طبعا هنا بيقول لي القوة المتبادلة بين سلكين بيتوقف مقدارها، يعني بتزداد أو تقل على شدة التيار الكهربي في السلكين، يعني لما زود شدة التيار الكهربي القوة هتزداد، بينما يتوقف نوع تجاذب أو تنافر على اتجاه التيار الكهربي. التجاذب أو تنافر بيتوقف على اتجاه التيار الكهربي، تمام. يعني عدم المجال المغناطيسي في منتصف المسافة بين سلكين مستقيمين متوازيين يمر كل منهما تيار كهربي إذا كان التيار في السلكين في اتجاه واحد وشدة التيار متساوية. ما فعلا لو أنا عندي سلكين كده والتيار في نفس الاتجاه وكده، وعندي هنا 5 أمبير وعندي هنا 5 أمبير، تمام، هلاقي لو جبت ده هو 10 متر وده هو كمان منتصف المسافة 10 متر، لو جبت بي واحد اهو هيطلع بقيمة، وجبت بي اتنين اهو هيطلع بقيمة. طب هات بي المحصلة. انا بي المحصلة اجمعهم ولا اطرحهم؟ قال لك بين السلكين ده اهو بيبقى ايه النقطة ده اهي طالع منها يبقى او، النقطة ده هي داخل منها يبقى اكس، مجالين مختلفين يبقى اطرحهم، يبقى بي توتال طرحهم يبقى هيساوي ايه؟ هيساوي زيرو. يبقى بالقوانين وفهمي فعلا يعني عدم المجال المغناطيسي في منتصف، ودي نقطة تعادل، يعني عدم المجال المغناطيسي في منتصف المسافة بين سلكين مستقيمين متوازيين يمر بكل منهما تيارا كهربيا إذا كان التيارين في السلكين في اتجاه واحد وشد التيار فيهم متساوية. هعيد النقطة دي تاني، طبعا نقطة التعادل تقع أقرب للسلك الذي يمر به تيار أقل. كلام جميل جدا. طيب تعال مع بعض اعمل ريفيو للحاجات اللي وقعت منك، انا عارف هو ايه اللي وقع منك، هعمل ريفيو وهعيدهم لك تاني قبل ما نخش في اخر نقطة عندنا في الجزء الاول من الفصل الثاني. تعالوا مع بعض نشوف احنا اتكلمنا في ايه. بدأنا كلامنا بالتأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، وقلنا يعني ايه العنوان ده. العنوان ده ببساطة التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي. عرفت الكلام ده منين؟ عمك أوريست راح جاب سلك مستقيم بيمر فيه تيار كهربي حطه جنب بوصلة، فالبوصلة انحرفت. طيب هو مين اللي أثر على البوصلة وخلاها تنحرف؟ قال لك السلك لما مر فيه تيار كهربي طلع لي تأثير مغناطيسي أو قوة مغناطيسية أثرت لي على البوصلة، يبقى اكتشفت ان التيار الكهربي ليه تاثير مغناطيسي. كلام جميل. بعد كده عرفنا ايه هو الفيض المغناطيسي بالرمز ليه بالرمز فاي ام، عرفنا ايه هي كثافه الفيض المغناطيسي اللي بيرمز ليها بالرمز بي، عرفنا اول علاقه البي بيساوي فاي ام على الايه، ومن خلاله ما معنى ان كثافه الفيض 3 ويبر لكل متر تربيع، يبقى عرف بتعريف الويبر لكل متر تربيع، لان بعد كده هيبقى عندي نيوتن لكل امبير في متر زي ما قلنا، تمام. بدات اتكلم عن المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي بسلك مستقيم، عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف شكل المجال، خواص المجال، تعيين كثافه المجال، واتجاه المجال، وعرفت ايه النافذيه المغناطيسيه في النص. بعد كده اتكلمت عن المجال المغناطيسي ليه تيار يمر في ملف دائري، عرفت شكل المجال، عرفت خواص المجال، تعيين كثافه المجال، اتجاه المجال، تمام. بعد كده اتكلمت عن المجال المغناطيسي بتيار يمر في ملف لولبي او حلزوني، عرفت ايه شكل المجال، خواص المجال، تعيين كثافه المجال، وتعيين اتجاه المجال. كلام جميل جدا، ده كله كلام سهل. بعد كده خدنا القوة اللي بيأثر بها المجال اللي هي الاف بتساوي ال اي بي ساين سيتا زي ما احنا شايفين، قوة اللي بيأثر بها المجال على سلك يمر به تيار كهربي، تمام. من القانون ده جبت البي في طرف يبقى البي بيساوي اف ال اي، حصلت على تعريف للكثافة، تعريف ثاني للتسلا، ما معنى ان قولنا خلي بالي لما يقول لي نيوتن لكل امبير في متر ولما يقول لي ويبر لكل متر تربيع زي ما شفنا في اول صفحة. سؤال مهم جدا بيجي دايما في الامتحان، علل سلك يحمل تيار وموضوع في مجال ولم يتحرك، لم يتحرك يعني القوة بصفر، طب القوة بتساوي اف بتساوي ال اي بي ساين سيتا، الكلام ده بيساوي صفر، يعني ساين سيتا بصفر، يعني سيتا بصفر، يعني السلك موضوع موازي للمجال، تمام.
بعد كده خدنا قانون القوة المتبادلة بين سلكين يحملان تيارين. قال لك ممكن يكون التيارين دولت في نفس الاتجاه، وممكن يكون التيارين دولت في عكس الاتجاه. واحنا في نفس الاتجاه طبقنا كده وعرفنا ايه اللي هيحصل للسلكين، تجاذب او تنافر، واحنا في عكس الاتجاه عرفنا ايه اللي هيحصل للسلكين، تجاذب ولا تنافر. ده كله كلام سهل. بعد كده كلمت حضرتك عن نقطة التعادل، وقلت لك ان نقطة التعادل دي هي نقطة بيكون عندها البي توتال بصفر، يعني بتقع في منطقة طرح، منطقة الطرح هنا خارج السلكين، اما منطقة الطرح هنا اهو بين السلكين، يعني نقطة التعادل تقع هنا بين السلكين، ونقطة التعادل تقع هنا خارج السلكين في منطقة الطرح. طب هنا امتى تكون في منتصف المسافة بين السلكين؟ لو الاي واحد هو الاي اتنين هيكون البي توتال بصفر، يعني البي واحد بيساوي البي اتنين، بس كل واحد منهم في اتجاه، يبقى البي توتال بصفر. النقطة دي تتضح اكتر بكتير جدا في المسألة. تمام، كل ده كلام سهل يا جماعه. بعد كده حسبنا القوه المتبادله بين سلكين، قلت لك ده لو عندي سلك واحد الاف بيساوي ال اي بي. طب لو سلكين اف بيساوي ال بتاعت السلك الاولاني في الاي بتاع السلك الثاني، ولكن البي بتاعت السلك بقى ده هو اللي بيأثر هنا، ولو اجيب الاف هنا اهو يبقى البي بتاعت ده هو اللي بتأثر هنا بس. وفكيت البي بتاعت سلك ميو اي على 2 باي دي، عوضت في القوانين، حصلت على ان الاف 1 او الاف 2 يعني قوه متبادله بين سلكين تساوي ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي، ونقطة التعادل بتكون أقرب للسلك اللي بيمر بيه تيار أقل. وإدينا على النقطة دي مثال. نيجي بقى ناخد حتة مهمة جدا، والله العظيم شرحنا جزء كبير منها بدون ما حضرتك تعرف وإحنا بنشرح. أنا دلوقتي هاخد عنوان جديد اسمه إيه؟ اسمه القوة والعزم، ما لهم المؤثران على ملف مستطيل يمر به تيار كهربي وموضوع في مجال. طبعا بيجي في الامتحان او في سؤال ويقول لك استنتج عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر به تيار كهربي وموضوع في مجال. طيب حضرتك مش فاهم الكلام ده، مش مشكله، تعالى كده نبدا نفسر. هو بيتكلم عن قوه وعزم مالهم بيأثروا على ملف مستطيل، يبقى حضرتك عندك ملف مستطيل، يبقى رحت حضرتك جبت لي ملف مستطيل بالشكل الجميل ده. طيب الملف المستطيل ده ماله؟ موضوع في مجال، ادي المجال قطبين قطب ان، وادي قطب اس زي ما احنا شايفين، وادي خطوط الفيض زي ما احنا شايفين. تمام، هو بيقول لي ايه؟ انا عايز اثبت ان الملف ده هو بيدور او بيتحرك. قلت له بيتحرك يعني حركة، يعني قوة، ده اتجاه التيار في السلك زي ما احنا شايفين، اتجاه التيار يعني قوة. تمام، بص يا سيدي، حضرتك هتمسك الضلع ده اهو، وتمسك الضلع ده اهو، وتمسك الضلع ده اهو، وتمسك الضلع ده وتحسب عليهم القوة. طيب تعالى نحسب القوة على الضلع اف سي دي. اف سي دي الاف بتساوي ال سي دي في الاي في البي في ساين كام؟ السلك ده اهو عمودي على خطوط الفيض ساين 90 بواحد بس، ده الاف سي دي. طب تعالى الاف سي بي، الاف سي بي هيساوي ال سي بي في الاي في البي في في ساين ثيتا، طبعا ده اهو موازي لخطوط الفيض، فبالتالي ثيتا بصفر يعني ساين صفر هيبقى بصفر، يعني القوة دي بصفر، يعني ما فيش قوة على الضلع ده. طب تعالى الضلع اف بي اي اف بي اي هيساوي ال بتاع بي اي في الاي في البي، السلك ده موضوع عمودي يبقى في ساين 90 بواحد. تمام، طب الاف اي دي اف اي دي هيساوي ال اي دي في الاي في البي في ساين ثيتا، ثيتا هنا ملف ده الضلع ده هو موازي لخطوط الفيض، ثيتا بصفر في صفر، الناتج هيطلع عندي أصبح عندي قوتين متساويتين في المقدار. طيب البي هي البي والاي هي الاي، والطول ده هو الطول ده، يبقى القوتين ده هما مالهم متساويين في المقدار. طيب بالنسبة للاتجاه انظامه،
طيب انا مش قلت لك اتجاه القوة قاعدة فيلمنج لليد اليسرى؟ تمام، ادي اتجاه التيار، وادي اتجاه المجال اهو، شوف الشكل اهو، المجال كده من ال N لل S اهو، والتيار اهو لتحت اهو، يبقى القوة الايه؟ القوة الاعلى، قوة لاعلى على الضلع ده اهو اللي فيه قوة. هنا طبعا الضلعين دولت خلاص ما فيهمش قوة، هحدد اتجاه ايه؟ تعالى الضلع ده اهو، شوف القوة، قاعدة فيلمنج لليد اليسرى، هلاقي ده المجال، التيار كده اهو، يبقى ده المجال، ده التيار اهو، بص الرسمة كويس، ادي التيار اهو لفوق اهو، ده المجال، دي الحركة، يبقى الحركة الايه؟ لأسفل. اذا الناس بتوع الرياضة بقى، عندي قوتين متساويتين في المقدار، متضادين في الاتجاه، قوة لأعلى قوة لأسفل. إذا هينشأ عندي ما يسمى عزم الإزدواج. يبقى لو عندي قوتين متساويتين في المقدار ومتضادين في الاتجاه زي ما احنا شايفين، هينشأ عندي حاجة اسمها إيه؟ عزم الإزدواج. عزم الإزدواج بيساوي مقدار إحدى القوتين في البعد العمودي بينهما. خد قوة من الاتنين دول، خدت يا سيدي ال اف سي دي، يبقى اف سي دي في البعد العمودي بين القوتين، ما هنا قوة هنا قوة، البعد العمودي اللي هو ال سي دي. طيب الكلام ده اللي هو تاو، عزم الازدواج. طب فك التاو هيساوي، فك الاف، اف سي دي عبارة عن ال سي دي بي، البعد العمودي سي بي، ال سي دي في اي في البي في ال سي بي. طب ال سي بي في ال سي دي، ال سي بي في ال سي دي، لقيت ان طول في عرضه ده مستطيل يبقى مساحة، يبقى تاو بيتساوي ال اي في الاي في البي. قال لك الملف ده مكون من عدة ملفات، يبقى حط لي لان ده عدد لفات الملف، ما هو مش هيكون مكون من لفة واحدة، يبقى تاو بيساوي اي اي بي ان، تمام، او بي اي اي ان ساين سيتا. وخلي بالي ان سيتا هنا مهمة بقى جدا، هي الزاوية بين العمودي على مستوى، ما قلتلكش مستوى الملف، لا، العمودي على مستوى، العمودي على مستوى الملف بسميها عزم ثنائي القطب المغناطيسي، وهنعرف دلوقتي، العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض. يعني لو قالك ان الملف عمودي على خطوط الفيض، ما تقوليش ان سيتا ب90، سيتا هي مش الزاويه ما بين الملف وخطوط الفيض، امال ايه؟ سيتا هي زاويه بين العمودي على مستوى الملف، ادي الملف العمودي عليه اهو، العمودي، طب الزاويه ما بين العمودي وخطوط الفيض بكام؟ بصفر، اتنين بيوازوا بعض. وصلت لك؟ وصلت لك، وهنشوفها تاني. يبقى تعالى كده نقرا الكلام اللي انا كاتبه عشان نفهمه وحضرتك تستوعبه اكتر، لان ده مهم جدا جدا. واقول لك دلوقتي عن اختلافين في القوة اللي بتأثر على ملف والقوة اللي بتأثر على سلك زي ما قلنا من شوية. أنا دلوقتي قلت لك إن إحنا هندرس القوة والعزم اللي بيأثروا على ملف مستطيل، قبل كده خدنا القوة اللي بتأثر على سلك، لا، النهاردة هاخد القوة اللي بتأثر على ملف مستطيل، موضوع في مجال نفس اللي عملته، هاخد الضلع ده وأحسب القوة، هاخد الضلع ده وأحسب القوة، الضلع ده هو معلهوش قوة، الضلع ده هو معلهوش قوة، بقى عندي قوتين بيساوي بعض في المقدار وبيضادوا بعض في الاتجاه، واحدة الأعلى وواحدة الأسفل. إذا ينشأ عندي عزم ازدواج، عزم ازدواج اللي هو تاو بيساوي مقدار أحد القوتين، هتاخد القوة دي، هتاخد القوة دي وتضربهم في البعد العمودي بينهما، يبقى تاو بيساوي مقدار أحد القوتين في البعد العمودي، فكيت القوة ل ال اي بي والبعد العمودي، بعد عمودي طول في عرض بمساحة، يبقى حطيت الايه، الملف ده بيكون مكون من عدد الملفات، يبقى حطيت ال ان، يبقى ان اي اي بي طبعا ساين سيتا، وخلي لو الملف بيميل اهو، وخلي بالك ان سيتا هي زاويه ما بين العمودي على مستوى الملف، شوف بعدها لك مره واثنين، العمودي على مستوى الملف، بسمي العمودي ده عزم ثنائي القطب المغناطيسي، يبقى سيتا هي زاويه ما بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض. طب يبقى تاو بيساوي بي اي اي ان ساين سيتا، خلاص ده
قانون التاو. قال لك الاي اي ان المقدار ده بسميه ام دي، يبقى ممكن اقول تاو بيساوي البي في الام دي ساين سيتا. خلي بالي ان الام دي هي العمودي على مستوى الملف، او شيل ساين سيتا دي خالص وقول بي في الام دي، يبقى تاو بيساوي البي في الام دي. تمام، دي هي العمودي على مستوى الملف ومقدارها بيساوي الاي في الاي في الان. هتفهمها اكتر دلوقتي. يبقى الام دي هي عزم ثنائي القطب المغناطيسي، واللي بسميه العمودي على مستوى الملف. خلي بالك سيتا قبل كده كانت الزاويه بين مستوى الملف وخطوط الفيض، لا هنا العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض. تمام، ايه هو عزم ثنائي القطب المغناطيسي؟ بيقول لك ان عزم ثنائي القطب المغناطيسي ده عباره عن كميه متجهه، تمام، واتجاهها عمودي على مستوى الملف، تمام، ويتعين اتجاهها بقاعده البريمه اليمنى. بيجي في الامتحان بقاعده ايه يتم تعيين عزم ثنائي القطب المغناطيسي بالبريمه اليمنى، حيث اذا اشار اتجاه التيار في الملف، طبعا عندي ملف بقى واتجاه التيار لاتجاه البريمه، بقى اتجاه اندفاع يشير الى اتجاه عزم ثنائي القطب المغناطيسي. شرحنا البريمه اليمنى دي اللي عامله زي مسمار الغوص باختصار. تمام، وحده قياس عزم الزواج هي نيوتن في متر. وانا قلت لك مقدار احدى قوتين بنيوتن في البعد العمودي بمتر، يبقى نيوتن في متر. تمام، وحده قياس عزم ثنائي القطب المغناطيسي هي نيوتن في متر في تسلا والسالب واحد. جت منين؟ ما هو الام دي بيساوي تاو على بي، يعني نيوتن في متر على تسلا، يعني نيوتن في متر في تسلا اس سالب واحد. كلام سهل. ما معنى ان عزم ثنائي القطب المغناطيسي بيساوي كذا كذا كذا؟ عرف من القانون، ما هو عزم ثنائي القطب المغناطيسي اللي هو الام دي ممكن بيساوي اي اي ان، وممكن بيساوي تاو على بي. تاو على بي، عرف من تاو على بي. معنى ذلك ان او العزم اللي بيأثر على ملف ماله ملف مستطيل او ملف يمر بتيار كهربي كثافته 1 تسلا. طبعا هنا قال لي الملف موازي لخطوط الفيض، ما هو لما الملف يكون موازي لخطوط الفيض يعني سيتا ب90. ليه؟ لان سيتا هي زاويه بين العمود على مستوى الملف وخطوط الفيض. تمام، طبعا هنا سؤال لا يخلو منه الامتحان، ما هي العوامل التي يتوقف عليها عزم ثنائي القطب المغناطيسي؟ قال لك عدد اللفات، ما هو عزم ثنائي اهو بيساوي اي اي ان، يعني الاي والاي والان وكمان من هنا التي والبي. يبقى انا عرفت ان تاو بيساوي الام دي بيساوي اي اي ان، وبيساوي برضو تاو على بي من هنا اي اي ان، وبرضو بيساوي تاو على بي. ده هو الام دي اللي هو عزم ثنائي القطب المغناطيسي اللي هو العمودي على مستوى الملف. عرفت العامل التي بتتوقف عليه. تمام، اذا كان الملف عمودي على المجال، طب تمام، واحد الملف عمودي على المجال، تمام، هل الملف هيتحرك ولا لا؟ تعالى كده، الملف والمجال، هو ايه اللي بيحرك الملف؟ عزم الازدواج تاو بيساوي بي اي اي ان ساين سيتا. ساين سيتا هي العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض. لما الملف عمودي على المجال، طيب ما تقوليش سيتا ب90، لا دي سيتا هي العمودي على مستوى الملف. ادي العمودي، العمودي موازي للمجال، يعني سيتا بصفر، يعني ما فيش تاو بزيرو. يبقى لما الملف عمودي على المجال، دي نقطة مهمة جدا، الملف عمودي على المجال ما فيش دوران للملف. رقم اتنين هتثبت دلوقتي اكتر، ما تقلقش، الملف موازي للمجال، ادي الملف وادي المجال. قال لك الملف لما يكون موازي للمجال يبقى العمودي على مستوى الملف، عمودي على المجال يعني سيتا ب90، يعني الملف هيدور، يبقى تاو بيساوي بي اي اي ام. هسألك سؤالين مهمين جدا هينهوا بهم القصة دي. علل رقم واحد، سلك موضوع في مجال ويمر به تيار ولم يتحرك. تمام، رقم اتنين، ملف موضوع في مجال ويمر به تيار ولم يتحرك. بص، اللي بيحرك السلك هو الاف، اللي بيحرك الملف هو التاو. تمام، سلك ما اتحركش، يعني الاف بيساوي صفر، يعني ال اي بي ساين سيتا بيساوي صفر، يعني ساين سيتا بيساوي صفر، يعني سيتا بيساوي صفر. امتى سيتا بيساوي صفر؟ لما سيتا دي هي ايه؟ الزاوية بين السلك وخطوط
الفيض، يعني السلكة موضوع موازي لخطوط الفيض، فبالتالي الزاوية بصفر، بالتالي اف بصفر. ده بالنسبة للتعليل الأولاني. تمام، تعالى بالنسبة للتعليل التاني. ملف موضوع في مجال ولم ويمر به تيار ولم يتحرك، يعني تاو بصفر أهو، تاو بيساوي صفر، يعني بي اي اي ان ساين سيتا بيساوي صفر، يعني ساين سيتا بيساوي صفر، يعني سيتا بيساوي صفر. سيتا هنا هي ايه؟ الزاوية بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض، يعني الزاوية ما بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض بصفر، يعني اهو ده العمودي على مستوى الملف، الزاوية بينهم وخطوط الفيض بكام؟ بصفر. انت ما تقولش الزاوية بين العمودي، لا انا اقول الزاوية ما بين الملف، يعني الملف عمودي على خطوط الفيض، فسيتا بصفر في قانون التاو. اتمنى تكون وصلتك، وهعيدها تاني كمان مرة. يبقى انا دلوقتي في قانون الاف، السيتا اللي في قانون الاف زاوية ما بين السلك وخطوط الفيض، ما عنديش اي مشاكل. اما في التاو زاوية ما بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض، يعني لما الملف يكون عمودي، العكس بقى، الملف عمودي على خطوط الفيض سيتا بصفر مش ب90، الملف موازي لخطوط الفيض سيتا ب90 مش بصفر. اتمنى تكون وصلتك، لان ده اهم سؤال عندنا. طيب، عارف ان انا زهقتك، عارف ان المحاضره طويله جدا، بس عشان نثبت مره اتنين تلاته هعيد لك لاخر مره، وهتم بالجزء الاخير شويه. خلاص، تأثير مغناطيسي التيار الكهربي، تجربة اوريستد، فيض مغناطيسي، كثافة الفيض المغناطيسي، والمجال الناشئ من البطارية الكهربي في سلك مستقيم، ملف دائري، ملف حلزوني، قاعدة امبير لليد اليمنى، قاعدة فريمنج لليد اليسرى. ما عنديش اي مشاكل في الكلام ده كله. ادي امبير لليد اليمنى بالنسبة للملف وبالنسبة للسلك. عرفنا قوانين البي، خمس قوانين. بعد كده خدت لو عندي سلك موضوع في مجال فبيتأثر بقوة، الاف بيساوي ال اي بي ساين سيتا، ومن هنا البي بيساوي اف على الاي، وشوية نظري. قوة متبادلة بين سلكين، قوة التجاذب وقوة التنافر بتختلف حسب اتجاه التيار في السلكين قلناها. وبعد كده القوة المتبادلة بين سلكين استنتجناها بتيجي في الامتحان. وبعد كده اتكلمنا على عزم الازدواج وعزم ثنائي القطب المغناطيسي. طبعا عزم الازدواج ده هو اللي بيحرك الملف، ادي ملف مستطيل بقى عزم الازدواج بيحركه. تمام، عزم الازدواج ده عباره عن قوتين متساويتين في المقدار ومتضادين في الاتجاه. اما لو عندي سلك هنا فخلاص السلك ده بيتحرك بقوه. تمام، هنا فعلا عندي قوتين متساويتين في المقدار ومتضادين في الاتجاه، يبقى عندي عزم الازدواج. اثبتنا تاو بيساوي بي اي ان ساين سيتا. خلي بالي ان سيتا هنا مميزه، سيتا هنا مالها مميزه، سيتا هنا هي الزاويه ما بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض. قبل سيتا اللي فاتت دول كلهم كان الزاويه بين الملف وخطوط الفيض. تمام، كانت سيتا ب90 لما الملف عمودي على خطوط الفيض، وصفر لما السلك موازي. لا، هنا العكس، هنا سيتا ب90 لما السلك موازي لخطوط الفيض، وسيتا بصفر لما السلك عمودي على خطوط الفيض، لان الزاويه هنا هي الزاويه ما بين السلك وخطوط الفيض، ما بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض. هنعيدها، هنشوفوها في المسائل، ما تقلقوش معانا، هنشوفوها مره واثنين وثلاثه، والقواعد دي كلها ثانيه نحلها، بس عايز يبقى عندك فكره وهتعرف تحل باذن الله. اتكلمنا برضو عن نقطه التعادل، عزم ثنائي القطب المغناطيسي اللي هو اي اي ان او بيساوي تاو على بي، عرفنا العوامل اللي بتوقف عليها، عرفنا ليه ممكن يكون عندي ملف بيحمل تيار وموضوع في مجاله وما اتحركش عشان تاو بصفر، عرفنا امتى تاو بصفر لما سيتا بصفر، يعني العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض بصفر، يعني الملف موازي عمودي على خطوط الفيض عشان يكون العمودي موازي. تمام، سلك برضو ما اتحركش عشان القوه اللي بتاثر عليه بصفر. هو يا جماعه ده الكلام اللي النظر كله فيه جزء، ده هو ما فيش اي حاجه، يا دوبك هنقول بعض الارشادات في المحاضره القادمه باذن الله، بعض الارشادات على الحل هنقولها، وبعد كده هنبدا نحل من كتاب الامتحان الحاجات اللي وقع مننا، طبعا هنشوفها كلها. مش عايزك تقلق بس، يعني لو لقيت حاجه انت مش عارفها مش مشكله، احنا هنعيد مره واثنين وثلاثه، والناس اللي معانا في كتاب الامتحان هنحل المسائل كلها نظري، ومسائل هنشرح واحده واحده بالتفصيل زي ما انتوا تابعتوا معانا في الفصل الاول للدروس. حلينا كل حاجه، كل حاجه كنا بنحلها بالتفصيل ممل، فهنحل. اللي ساقط معاك دلوقتي لا هيتجاب، اللي مش فاهمه لا هيتجاب، ما تقلقش. لو عندك يعني مشكله او حاجه انا شرحتها مش كويس، حطها وما وصلتكش، يعني حطها في كي كومنت اسفل الفيديو عشان اقدر ان انا اشرحها لك تاني في الفيديو الجاي. يبقى خلاص،
اتكلمت عن تأثير مغناطيسي التيار الكهربي، اتكلمت عن فيض مغناطيسي في سطر فيض، اتكلمت عن المجال بتاع سلك مستقيم ملف دائري ملف حلزوني، عرفت شكل المجال، خواص المجال ده، انكسارة المجال ده، اتجاه المجال، عرفت القوة المتبادلة من سلكين، عرفت القوة اللي بتأثر على سلك بيمر به تيار كهربائي موضوع في المجال، عرفت ان القوة اللي بتأثر، القوة والعزم اللي بيأثروا على ملف مستطيل يمر به تيار كهربائي. يعني ايه عزم؟ يعني لازم يكون عندي قوتين متساويتين في المقدار ومتضادين في الاتجاه، اعرف ازاي اتجاه قوة قاعدة فيلم من جليليات اليسرى. بس كده يعني الأمور سهلة بإذن الله وبالتوفيق إن شاء الله.